بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية الأستاذ الدكتور رئيس جامعة تكريت فؤاد محمود رؤوف، والأستاذ الدكتور وائل عبد الكريم الحاج مدير مركز التعليم المستمر، نقيم مركز التعليم المستمر دورة علمية بعنوان آلية تطبيق التعليمات الترقيات العلمية النافذة رقم 167 لسنة 2017 وكيفية تدقيق المجلات العلمية الرصينة. أهلا بكم ونرحب بالسادة الباحثين والأكاديميين والأساتذة المحترمين، كل حسب مقامه، ونعتذر عن الخلل الذي حدث يوم أمس. إن شاء واليوم إن شاء الله ستكون اليوم الأول لهذه الدورة، ويوم غد أيضا سيكون اليوم الثاني في نفس الموعد إن شاء الله. دكتور فضل، يتفضل دكتور أحمد سعيد. مشكورا دكتور أحمد، تسمعني؟ نعم دكتور. بارك الله بك، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السيدات والساده، حسب مقامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي هذه الأمسية لتوضيح تعليمات الترقيات العلمية النافذة 167 لسنة 2017. مثل ما تعرفون حضراتكم، الترقيات العلمية الحديثة أقرت في 27/11/2017 واعتمدت للتنفيذ في 27/1/2018. الترقيات العلمية ما راح تختلف عن السابق، فقط أضافوا له بعض الفقرات، فراح نحاول نستعرض الفقرات اللي تخص الترقيات العلمية من المراتب العلمية المختلفة، ولنبدأ من مرتبة مدرس. الترقي إلى مرتبة مدرس، يشترط في مرتبة المدرس حسب تعليمات الترقيات السابقة والحالية أن يكون قد حصل على شهادة الدكتوراه ومعادلها يمنح لقب مدرس، أو يكون قد شغل مدرس مساعد في مركز الوزارة أو إحدى الجامعات أو الهيئات مدة لا تقل عن 3 سنوات، وهاي 3 سنوات ما بها أصغرية راح تكون، ويحصل على مجموع نقاط 70 نقطة في جدولين، جدول واحد اسمه جدول البحوث بمجموع 46 نقطة، والجدول الآخر راح يكون بجدول النشاطات العلمية بما لا يقل عن 24 نقطة، وأيضا راح يحصل على تقييم أداء وغيره من النقاط بيقدم ترقية علمية. الترقية إلى مرتبة الأستاذ مساعد أيضا راح تكون بشروط معينة، أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في مركز الوزارة أو الجامعات أو الهيئات أو المجلس العراقي مدة لا تقل عن 4 سنوات، وحصل على مجموع 80 نقطة، على أن تكون 52 نقطة في استمارة البحوث، والمتبقي 28 نقطة في استمارة النشاطات، وأن يكون خلال هذه الفترة قد نشر بحوث في مجلات علمية متخصصة. تعليمات السابقة تكون دكتور أحمد. نعم عفوا أعتذر عن المقاطعة، لكن دكتور ممكن الصوت يكون شوي أعلى؟ نعم إن أمكن، يعني بارك الله بك. إذا آسف لصوت المنطقة الآن. التعليمات صريحة بالنسبة للترقيات العلمية لمرتبة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل مرتبة مدرس لمدة لا تقل عن 4 سنوات، ونشر خلال هذه الفترة لا يقل عن 3 كتب منشورة في مجلات علمية، هاي حسب التعليمات السابقة، وجمع نقاط لا تقل عن 80 نقطة، 52 نقطة في استمارة البحوث، و 28 نقطة في استمارة النشاطات، وأيضا نشر خلال هذه المدة 3 بحوث، وشرط أساسي بالتعليمات السابقة كان بحثين وواحد مقبول للنشر، ولازم يكون النشر في مجالات علمية محكمة ورصينة تصدر من مؤسسات وجهات نشر معتمدة. الترقية للمرتبة الأستاذية يشترط في من يترقى إلى مرتبة أستاذية أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد في مركز الوزارة أو في الجامعات العراقية مدة لا تقل عن 6 سنوات، وحصل خلال هذه المدة على 90 نقطة، على لا تقل عن 59 نقطة في جدول، 31 نقطة في النشاطات، ونشر خلال هذه الفترة اللي كان يخدم فيها 3 بحوث لا تقل عن 3 بحوث علمية، بحثين ومؤلف قد يكون كتاب براءة اختراع، بأغلبية التقييمات حصل على أصيل، والمجالات تكون مجالات رصينة وراح نتطرق له إن شاء الله. هذول الترقيات 3 لا تروج معاملة الترقية إلا بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 اللي تتضمن مرتبة المدرس الأستاذ مساعد وغيره، يجمع نقاط معينة راح تقدم النقاط مع استمارة النشاطات وغيره، ويقدم التدريس للترقية. المدة الأصغرية للترقية مثل ما تعرفون حضراتكم، الترقية بالحالات الاعتيادية المدة محددة 3 سنوات للمدرس، 4 للأستاذ مساعد، 6 للأستاذية. الوزارة وأكو تعليمات سابقة مستمرين على التعليمات السابقة،
اللي هي التقديم للترقية العلمية مرتبة إلى مرتبة أخرى راح يتحقق من استيفاء الشروط، وممكن يكون بالمدة الأصغرية إذا كان التدريس المستمر بالخدمة مدد متتالية نسميها غزارة بالإنتاج، تدريس ينتج بحوث مؤهله للترقية العلمية وعنده نشاطات فيمكن يترقى بالمدة الأصغرية. المدة الأصغرية راح تكون 3 سنوات بالنسبة للأستاذ المساعد و5 بالنسبة للأستاذية. النقطة الثانية عدم شمول التدريسين من لديهم فترة انقطاع خلال مدة الترقية الإجازات الدراسية الخارجية التفرغ التام إجازة الأمومة الإجازة بدون راتب المدة الأصغرية للترقية مثل ما نوهت المدة الأصغرية هي مدة متتالية يقضيها التدريب التدريس يجب أن تكون متتالية أي انقطاع بالمدة الدراسية أو مدة التعليم المستمر بها راح تمنع عنه الترقية بالأصغرية حتى لو كانت 3 أشهر بدون راتب. وهذا كتاب الوزارة الموجود أيضا بات 4/1044 في 12/2/2020 يؤكد هاي الحالة، فهاي من ضمن التعليمات الموجودة. النقطة الأخرى أكو عندنا استمارات صممناها لتقديم الترقية، مثل ما تعرفون حضراتكم الترقية العلمية تتطلب مستلزمات ومتطلبات، ضمن الطلب الخطي طلب تدريس يقدم الترقية بعد ما يصل إلى مرحلة مدة زمنية محددة يكمل كافة الشروط راح يقدم طلب خطي مثبت فيه وموقع من قبل صاحب القية عليه هامش الإحالة من قبل رئيس القسم وعميد الكلية. المتطلبات الأخرى هي خلاصة بعد ما تكمل المعاملة عندنا خلاصة هاي نسميها فايل رقم 1 راح يجمع الأوليات لتدريسي مع لجنة الترقيات راح يشتركون الخلاصة راح تعد من قبل لجنة الترقيات الكلية محضر لجنة الترقيات أيضا راح يعد من قبل اللجنة استمارة التدقيق تعد التوصيات أيضا يتاج التدريسي خلال هذه الفترة أن يوصي رئيس القسم والعميد بالمؤوصي على الترقية. بعض الحالات العميد أو رئيس القسم يوصي يكتب الأسباب فإذا عميد أو رئيس القسم ما وصل الترقية مثل ما ذكرت لحضراتكم الاستمارات اللي قدمها التدريس للترقية راح تكون متعددة. من ضمن الاستمارات استمارة التوصية اللي راح تكون من قبل الكلية أو القسم، الاستمارة الأخرى اللي تكون بالفايل رقم 1 استمارة رقم 1 واللي تحوي على معلومات كاملة بالتدريسي راح التدريسي يكمل المعاملة راح يكمل استمارة ويقدمها إلى لجنة الترقيات. أيضا من ضمن النقاط المهمة للترقية العلمية أن يرفق التدريسي كافة الأوامر الوزارية والجامعية اللي تتضمن التعيين المباشر النقل شوقة منح لقب إنه هاي نحتاجها في الحسابات. المكتبة الافتراضية والتسجيل في موقع الباحث العلمي راح يطالب التدريسي في بتقديم ما يؤيد اشتراكه بالمكتبة الافتراضية. أيضا عندنا المكتبة الافتراضية والتسجيل في موقع جوجل سكولر والباحث العلمي هاي ضرورية جدا بالنسبة للترقيات العلمية. دور سلامة اللغة العربية أيضا كتاب من الوزارة يؤيد بأنه تقديم صاحب الترقية ما يؤيد اجتياز سلامة اللغة العربية وكتاب الوزارة الصريح اللي اجى في 7/6/2019 واللي يعتبر دورات سلامة اللغة العربية أساس لمنح اللقب العلمي لحملة الشهادات العليا في التخصصات العلمية والإنسانية والتخصصات ذات صلة بها مثل الدراسات الإسلامية وغيرها. طرائق التدريس أيضا هي دورة مهمة جدا بالنسبة للترقيات الحديثة لمرتبة مدرس مساعد وعدم مطالبة التدريسين تقديم ما يؤجل استلام دورة كفاءة الحاسوب. كان قبل عدة دورة كفاءة الحاسوب ألغيت ومطالبة التدريسين اللي بلقب مدرس مساعد ما يؤجل استلام دورة طرائق التدريس خضوع الكتاب. في بعض الأحيان التدريس يقدم كتاب للترقية العلمية يفترض الكتاب المقدم يخضع لتعليمات التأليف اللي نصت عليها قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي تضمن الكتاب راح يكون يجري بسياقات معينة من لجنة علمية في القسم مجلس كلية يحصل مصادقة رئاسة الجامعة بعدين يدور الأمر بالتأليف وتستمر العملية إلى أن يألف كتاب راح يصدر BISBN وراح نقاط يأخذ على عدد الصفحات الموجودة. أيضا هناك تعهد نظرا لكثرة حالات الاستلال من بحوث الأخرى فراح نطالب التدريسي بتقديم تعهد بعدم الاستلال. هذا العهد راح يكون مصادق من قبل القانونية يثبت به التدريسي بأنه البحث المقدم للترقية ما مستلم رسائل وأطاليح الغير. وإذا كان طالب الترقية حاليا طلاب دراسات العليا طالب الدكتوراه مشمول بالترقية العلمية فراح يقدم لنا طالب تعهد خطي بأنه البحوث المقدمة للترقية ما مستلم من رسائل من أطروحته اللي منجزة حاليا قبل المناقشة وراح يسائل قانونيا في حال الظهور خلاف ذلك. القرص الألكتروني حتى نتأكد من الاستلال الانتحال الألكتروني أدنى مشكلة بالانتحال الألكتروني اللي راح يكون تشيك البحوث المسجلة فراح يكون الانتحال الألكتروني التدريس راح يقدم لنا قرص CD يحوي على كل بحوث مؤلفاته للترقية الحالية على قرص CD بهيئة وورد. يشترط في الترقية لمرتبة مدرس مثل ذكرت الترقية الفايل رقم 2 راح يكون يحوي على متطلبات من ضمنها
46 نقطة حصل عليها بجدول واحد لمرتبة مدرس اللي هي تشمل البحوث ونقاطه ورح ناخذها بالتفصيل، و52 نقطة لمرتبة أستاذ مساعد أيضا لبحوثه، و59 نقطة لمرتبة الأستاذية. البحوث اللي قدمها للترقية العلمية يفترض تتوفر بها الشروط التالية: يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية حسب المادة 5 من تعليمات الترقيات العلمية أن تكون في مجال التخصص العام أو الدقيق للترقية إلى مرتبة مدرس. وهنا إشكال بها قسم من التدريسيين من شاف الكتاب الاختصاص العام أو الدقيق ده ينشر لبحوث بأي مجال، لا هو كل تدريسي عنده اختصاص عام واختصاص دقيق فيسمحوا له بالاختصاص العام اللي هو ضمن الدقيق، فهاي المشكلة اللي تصير بالترقيات يسمحوا له للتدريسي يعني يقدم بحثياً في مرتبة مدرس أحدهما بالاختصاص العام والدقيق. نحن دائماً نركز على الاختصاص الدقيق التدريسي، يعني قد نشترط عليه أن يكون البحث المفرد بالاختصاص الدقيق حتى نعرف بأنه فعلاً أنجز البحوث، والثاني قد يكون بالعام بس يكون قريب على اختصاصه مو بعيد كلياً. اختصاص الدقيق إلى مرتبة الأستاذ المساعد أيضاً مطالب بثلاثة بحوث، اثنين منها بالاختصاص الدقيق وواحد بالعام. أما بالنسبة لمرتبة الأستاذية فجميع البحوث تكون بالاختصاص الدقيق، هذه البحوث تكون منشورة أو مقبولة للنشر، وممكن أن يكون أحدهم مقبولة للنشر غير مقدمة في ترقية علمية سابقة، غير مستلم رسائل الدبلومات ورسائل وطاريح، هذا السياق العام، منشورة في مجالات اختصاص المجال العلمية أو في مجالات علمية أخرى، وشرط مهم جدا منجزة خلال المدة الزمنية للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية. الحالات اللي تصير أي تدريسي عنده إجازة زمنية لمدة سنة أو أكثر ينشر بحث بالفترة اللي يكون بها مجاز حسب تعليمات الوزارة، البحث ما راح يعتبر للترقية العلمية لأنه ما كان بها الفترة، كان منقطع، والتعليمات تكون أثناء الفترة الزمنية اللي كان بها مستمر. نشر بحوث ينبغي أن تكون خلال مدة العمل في مركز الوزارة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير باتا 6089 في 26/6/2019. البحث الملقى في مؤتمر علمي دوري أيضا من ضمن شروط الترقيات العلمية، ممكن تدريس يقدم لي بحثين، بحث مؤتمر، بحث ممكن يكون براءة اختراع، كلها مسموح بها. المؤتمر المقدم للترقية العلمية سواء كان في مؤتمر علمي إنساني أو علمي يفترض أن يكون مؤتمر علمي دوري منشور كامل بالوقائع العراقية، بالوقائع المجلة كاملة، ولا تقبل خلاصته لأغراض الترقية حسب البند الرابع من المادة 7 من تعليمات الترقيات العلمية 167 لسنة 2017. أن يكون مسجلا في الخطة العلمية، ضرورة تسجيل البحوث الخطة العلمية للقسم، وعندنا مشكلة بالنسبة للبحوث تسجيلها بالخطة العلمية للقسم، التدريسي بعد ما ينشر بسنة سنتين يروح يسجل البحث بالخطة العلمية للقسم وهذا خطأ كبير، يعني ننصح التدريسيين بأن يكون تسجيل البحث بالخطة العلمية قبل فترة لا تقل عن 4 أو 5 أشهر من إنجاز البحث، لأنه لا يمكن أن يكون بحث منشور وبعده يسجله بحث ضمن الخطة. تعتبر المؤتمرات الدورية فقط، ونقصد بالمؤتمرات الدورية إذا كان مؤتمر دوري علمي فيفترض قد اجتاز الدورة الأولى حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/4534 في 31/5/2018، وهذا إذا صادفنا مشاكل كثيرة، إذا صادف مؤتمر علمي عالمي أول فبحوثه ما راح تقبل للترقية العلمية حسب تعليمات الكتاب لهذا الوزارة، لأنه ما راح نضمن بأنه هذا المؤتمر العلمي الدوري راح يكون ثاني ثالث، قد يكون مؤتمر علمي افتراضي أولي وينتهي به المطاف وما راح تكمل. فأكد على السادة التدريسيين والباحثين والأساتذة أن يقدمون بحوث بمؤتمر ثاني أو ثالث، أو ينتظر إلى أن يتكون المؤتمر الثاني إذا كانت ترقيته بعيدة، فممكن ينشر بالمؤتمر العلمي الأول وينتظر إلى أن يكمل المؤتمر العلمي الثاني ممكن يقدمه للترقية العلمية، وإلا سيرفض البحث المقدم في المؤتمر إذا كان مؤتمر علمي أول. بالنسبة لاعتبار البحوث المنشورة ضمن مجلات تصدر عن IOP Science، كتاب أخير من الوزارة صادر، كانت عندنا مجلات تصدر عن مؤتمر IOP Science بحوث كنا قبل نعتبرها بحث مجلة، الوزارة حددت قالت هاي المجلة IOP Science هي بحوث مؤتمر تصدر وتصدر في مجلة محددة، فاعتبروها كل بحوثها هي بحوث مؤتمر وليس بحث مجلة. هذا راح يفرق لنا بشيء واحد بالنسبة للتدريسي اللي يريد ينشر بهاي المجلة، هاي راح يعتبر بحث له، فما ممكن ينشر بحثين بالIOP Science لأنه راح يكون عنده بحثين، وبهالحالة راح يخالف التعليمات اللي يكون نشر واحد لكل بحث في كل ترقية علمية لجدول واحد واثنين. راح تطبق المادة 25 من تعليمات الترقيات العلمية على بحوث المؤتمرات المنشورة في مستوعب IEEE Explorer إذا كانت مفهرسة ضمن مستوعبات سكوبس وتحتبس نقاطها كنتاج علمي في جدول رقم واحد. يعني نطبق المادة 25 اللي راح ناخذها اللي تعتبر البحوث المنشورة في مستوعبات عالمية سكوبس وظاهرة بالمستوعب. بحوث عالمية لا تخضع للتقييم أصيلة، وبس بنحسبها أصيلة راح نعطيها نقاط العالمي حسب كتاب الوزارة الصادر
من كتاب الحديث باتا 4 على 1251 في 16/2/2021 يعتبر بحث عالمي ياخذ نقاط العالم بي بس ياخذ سكوبس نقاط النتاج العلمي المشترك ايضا التدريس اللي ينشر بحوث مشتركه مع تدريسين اخر راح تحسب النقاط بالشكل التالي للتخصصات العلميه التدريس المشارك في نتاج علمي الاول راح ياخذ النقاط كامله للمرتبه العلميه تلك الثاني راح ياخذ 80% من تلك النقاط والثالث راح ياخذ 70% من النقاط حسب الماده 6 من تعليمات الترقيه العلميه 167/2017 التخصصات الانسانيه لا استثنوها من هاي الحاله 80-70% اعتبروا النقاط اللي راح ياخذ التدريس مقطوعه الاول راح ياخذ النقاط كامله الثاني راح ياخذ نقاط مقطوعه والثالث راح ياخذ غير نقاط وراح ناخذها بالجدول بالتفصيل البحوث المستله مثل ما ذكر لكل تدريس الحق استلال بحث واحد من كل رساله او اطروحه مقدمه في كل جدول من جدول الترقيات الجدول رقم واحد يكون يعني ممكن يكون بحث أو مؤتمر الجدول رقم اثنين شرط يكون مؤتمر إذا غادي يستل بحث فممكن التدريس يستل بحثيا من طروحتيا بس شرط يكون بجدول رقم اثنين مؤتمر وبجدول رقم واحد قديم مؤتمر أو بحث اعتيادي هذا هو مخلي التدريسي بالنشر مع الطالب وشرط أساسي أن يكون اسم طالب الدراسات العليا هو الاسم الأول بعدها يتم تثبيت اسم المشرف وهي نقطة نلاقي فيها صعوبة جدا التدريسي دا ياخذ اسمه الاول والطالب دا ياخذ الاسم الثاني وهذا ياثر علينا حاليا بتجينا معاملات دا نفرزها بهذا الشكل ضروري جدا ان يكون تنبيه التدريسي انه طالب الدراسات هو الاول لانه هو بالجهد والمشرف راح يكون له نقاط بس راح يكون هو الثاني وهذا ياثر عليه اذا كان سكوبس وغيره لانه السكوبس بتعليمات راح ناخذها اذا سكوبس وهذا الكتاب اللي صادر بهذا الشكل معمول في الجامعات العالميه استنادا لكتاب دائره البحث والتطوير للعدد باتا 1327 في 12/2/2019 مثل ما ذكرت يتم الاستفادة من بحث واحد فقط من جميع الرسائل والأطاريح التي أشرف عليها حسب كتابة البحث والتطوير بالعدد باتا 4 على 771 في 28/1/2019 الباب الآخر النتاجات العلمية المطلوبة في الترقية العلمية هاي راح ناخذها بشكل مفصل بس راح نستعرضها ينص البند الثاني والمادة الخامسة من تعليمات الترقيات يشترط في البحوث المؤلفات المقدمة أن تكون منشورة أو للنشر وممكن أن يكون أحدهم مقبولا للنشر تم إيقاف العمل عمام سابق كان ممكن للتدريس يقدم أكثر من بحث في كل ترقية علمية مقبول للنشر بعد ما يروح النشاط ويرجع راح نطبق التعليمات اللي هي بحث واحد مقبول للنشر وقفوا هذا الإعمام السابق اللي يتضمن لإعمام الوزارة باتا 4 على 5914 في 18/6/2020 بشأن إمكانية ترويج معاملة الترقية في حالة وجود أكثر من بحث واحد مقبول للنشر حسب كتاب دائرة البحث هذا الكتاب اللي صدر توقف العمل به وصدر كتاب بديل ينص على أنه ضرورة أن يكون بحث واحد في كل ترقية علمية مقبولة للنشر ينص البند الثاني من المواد واحدة من تعليمات الترقيات يشترط في مرقة إلى مكتبة مدرس مثل ما ذكرت بحثين أو مؤلف علميين قيمين أحدهم على أن يكون على الأقل أحدهم منشور يرقى به يشترط في مرقة إلى مكتبة تشترنها أن قد نشر خلال مدة ثلاث بحوث أو بحثين ومؤلف قيم على الأقل وناشر منها بحثين المدرس عنده بحثين فينشر واحد وقبل نشر واحد ممكن الأستاذ مساعد عنده ثلاث بحوث ينشر اثنين واحد مقبول نشر ممكن شرط أساسي النشر في مجالات علمية محكمة ومتعددة جهات نشر متعددة يشترط من يرقى إلى مرتبة أستاذ أن يكون قد نشر خلال المدة ثلاث بحوث على الأقل ثلاث بحوث أو بحثين ومؤلف أصيلة لأغلبية التقييمات ونشر منها بحثين في مجلتين علميتين رسمتين الكتاب المؤلف واعتماده ممكن نعتمد الكتاب المؤلف للتدريسي إذا كان خاضع إلى المعيار الدولي اللي هو International Standard Book Number أكون معيار دولي وهذا المعيار الدولي موجود وضرورة التحقق منه في الترقية العلمية استنادا إلى كتاب دائرة البحث والتطوير والذي ينص عدم اعتماد فصل في كتاب تدريسي في بعض الأحيان ينشر بحث فصل في كتاب أيضا التعليمات تنص بأنه عدم اعتماد هذا الفصل الموجود في الكتاب لأغراض الترقية العلمية اللي هي 167 لسنة 2017 لعدم وجود ما يشير إلى ذلك البحوث والنتاجات العلمية المطلوبة في الترقية يجب أن تكون المنهجية والمصدرية معروفة بالنسبة للبحوث وصادر بأمر جامعي في التأليف الكتب التي تخضع للتعضيد بعد إكمالها كمسودة للكتاب بشروط حسب تعليمات الوزارة معاملة الكتب المؤلفة المقدمة في معاملات الترقية للتدريسية في مؤسسات أخرى غير مؤسسات وزارة التعليم العالي معاملة البحث المقدم للترقية العلمية الكتاب اللي يقدمه التدريسي راح يروح للخبراء بنفس الطريقة دون شرط تسجيل تلك الكتاب في الأقسام العلمية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/1065 في 7/2/2018 هاي الكتب المؤلفة في دوائر ومؤسسات أخرى مو شرط تكون مسجلة
لأنه ما عندهم تسجيل، بس الجامعة تسجل وتكمل ويصدر بها أمر. في حالة رغبة صاحب الترقية تقديم كتاب مؤلف ضمن طلبات الترقية يتوجب ما يؤيد الموثوقية الدولية اللي ذكرناها الـ ISBN بالكتاب، وحسب كتاب دائرة البحث والتطوير تم تأسيس وكالة وطنية حتى نتحقق من الـ ISBN الموجود بالكتاب حقيقي أو وهمي. أكو موقع يفوت عليه التدريسي لـ www.ISBN Iraqi Organization، حيث يمكن التأكد من صفحة الأرقام الممنوحة للكتب المؤلفة من خلال موقع الوكالة المذكور حسب كتاب دائرة البحث والتطوير B49206/26/9/2019. الانتحال الإلكتروني والورقي شيء ضروري جدا بالنسبة للبحوث، والكتاب أيضا الكتاب يعامل معامل حث بالنسبة للانتحال، ورح ناخذ النقاط اللي يحتاجها بالانتحال وعددها. اعتماد الأطروحة لأغراض الترقية العلمية أيضا من حق التدريسي اللي هو ما مستفيد من أطروحة الدكتوراه وليس الماجستير. الماجستير أخذ بها لقب علمي ما رح يستفيد منه، فقط أطروحة الدكتوراه، وذكرنا أطروحة لأنه تعود للدكتوراه، تعد أطروحة الدكتوراه أو ما يعادلها بحثا واحدا أصيل مشتركا، يعتبر بحث واحد أصيل مشترك لعضو هيئة التدريس صاحب الترقية، فيما إذا لم يستفد من تلك الأطروحة مستقل للحصول على لقب علمي أعلى من لقبه الأول. هذا راح يعامل البحث معاملة الدولة اللي يأخذ بها الشهادة حسب ما ورد في كتاب وزارة التعليم المادة 8 من التعليمات. عدم اعتماد نشر الأطروحة في كتاب الترقية العلمية، بعض التدريسين بالتخصصات الإنسانية وظاهرة كثيرة يروح كتب الطلاب مالته ينشرها، أطاريح الطلاب يشترك كتب ويجي يقدم للترقية العلمية، فهي مرفوضة لأنه الطالب الترقية العلمية مستفيد منه سابقا. لا يمكن اعتماد كتاب ليطروحة منشورة استنادا إلى كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4567/27/2018. اعتماد أطروحة كبحث مشترك، المشكلة بالأطاريح للتدريسين، إذا يريد يستفيد من الأطروحة التدريسي ممكن يبقيها، بس لا زيد عن 6 سنوات من تاريخ الأمر الجامعي لمنح الدكتوراه استنادا إلى كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/2334/20/3/2017. يحق للتدريسي اعتماد البحوث المستلة من الأطروحة التي أشرف عليها. تدريسي أشرف على طالب ممكن يأخذ منه بحث ينشر به، بس أكد الاسم ما يكون الأول الاسم الثاني. تحسب نقاط الأطروحة في الجدول حسب جهة الإجدار. طالب دكتوراه خلص من إنجلترا راح نحسب له الأطروحة بحث عالمي، بس راح يكون بحث عالمي مشترك منشور وليس سكوبس، يأخذ نقاط البحث العالمي به. إذا كان عراقي يأخذ نقاط العالمي، وأي ترقية علمية راح تكون إذا كان مدرس أو أستاذ مساعد. تجرز أطروحة الدكتوراه كبحث أصيل مشترك منشور، ما راح يقيم أطروحة الدكتوراه، راح يأخذ بحث مشترك استنادا لكتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/11258/1/12/2019. براءة الاختراع أيضا مطلوبة، أن براءة الاختراع نوعين، براءة عالمية ومحلية. تحسب نقاطه في جدول واحد حسب جهة النشر استنادا لكتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/4415/3/7/2019. الاستلال الورقي والانتفاع معناته سكوبس تخضع للتقييم، حيث كتاب هنا عندنا نقطة أخرى، براءة الاختراع الصادرة كبحث منشور في قاعدة بيانات سكوبس تخضع للتقييم حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتا 4/2190/14/5/2020. براءة الاختراع الوحيدة اللي إذا كانت سكوبس تروح خبراء وتعامل معاملة البحث. عدم اعتماد مراجعة المقال لأغراض الترقية العلمية استنادا إلى محضر اجتماع اللجنة الوزارية للترقيات العلمية وتضمن توصياتي بعدم اعتماد بحث الريفيور. تدريسي ينشر بحث الريفيور، يأخذ مصادر كثيرة ويجمعها وينشرها بحث. الوزارة حذرت بأنه هذا البحث ما راح يعتمد للترقية العلمية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/6005/24/7/2017. بالإمكان الاستفادة منه كنشاط في جدول 2، يعني التدريس يعمل بحث ريفيور ما استفاد منه جدول رقم 1 راح يستفيد منه جدول 2 النشاطات وخدمة المجتمع، وراح ناخذ نقاط وش قد راح تكون. الاستفادة من تقييمات البحوث المشتركة أيضا تعليمات الترقيات، التدريسي إذا كان معانه زميل أكثر من واحد بنفس المرتبة العلمية ونفس الاختصاص، واحد منهم يترقى بالبحوث الآخرين ممكن يستفيدون من التقييمات، إذا حصل على تقييمات تأهله للترقية العلمية شرط أن يكون بنفس الاختصاص والمرتبة العلمية اللي يتأهله. يعني ما ممكن تدريسي هو مدرس ترقى وزميله اللي ترقى أستاذ مساعد يأخذ نفس التقييم، لا، التقييمات راح تكون بنفس المرتبة العلمية. بالإمكان اعتماد تقييم البحث المشترك للباحث المشارك إذا كانت الترقية العلمية لنفس المرتبة وبنفس الاختصاص ولنفس تعليمات الترقيات العلمية، نقصد نفس تعليمات الترقيات العلمية. كان عندنا تعليمات السابقة 1992 السابقة والتعليمات الحالية، التدريسي اللي ترقى سابقا وعنده بحوث
يريد زميله يستفيد من التقييمات السابقة الوزارة أيرت بأنه عدم إمكانية استفاده، راح يستفيد فقط بحالة واحدة إذا ترقع التعليمات 167 سنة 2017، فممكن زميله التدريسي يستفيد من هذا التقييم بالترقية، راح يأخذ التقييمات ويضع بالمعاملة وتمشي المعاملة حسب، بس شرط أساسي أن يكون مترقي وعنده استمارات تقييم. البحث المفرد مثل ما تعرفون حضراتكم بالترقيات كل مطالب التدريسي ببحث مفرد بالتخصصات العلمية لمرتبة مدرس أستاذ مساعد وأستاذ. التدريس ما راح نطالبه بالبحث المفرد إذا حقق أن ثلاث شروط مجتمعة، هاي الشروط الثلاثة حسب تعليمات الترقيات المادة 24، أن يكون تسلسله الأول في أحد البحوث المقدمة للترقية العلمية، تسلسل رقم واحد، ما مستلم الرسائل وطاريح الدكتوراه. النقطة الثالثة هي المهمة، منشور في مجلات علمية مسجلة في قاعدة بيانات سكوبس أو ثومسون رايتر أو نيتشر. هذول الثلاثة إذا حققهم التدريسي ما راح نطالبه ببحث مفرد مشترك، راح يكون لا يطالب صاحب الترقية في التخصص الإنساني بالبحث المفرد في حالة استفادته بالنقاط المفاضلة في جدول رقم واحد التخصصات العلمية. النقطة الأخرى عندنا جدولين، جدول رقم واحد واثنين بالنسبة للبحوث. التخصصات الإنسانية لهم جدول خاص ونقاط خاصة، والتخصصات العلمية لهم جدول بيسكوبس وبحث عالمي ومحلي. أبو الإنسانية ممكن يستفيد من جدول التخصصات العلمية وينشر لي بحث كوبس وراح نعامله نفس معاملة التخصص العلمي بالنقاط، فممكن أيضا يسقط البحث المفرد بالتخصص الإنساني إذا حقق الشروط الثلاثة التدريسي. في حالة عدم توفر الشروط أكيد راح يصاحب الترقية في التخصصات العلمية والإنسانية بالبحث المفرد. تقديم البحوث ذاتية في استحصال النقاط واحد واثنين. تدريسي في الأحيان يجيب لنا مؤتمر بجدول رقم اثنين يريد يحوله جدول رقم واحد يستفيد منه مرتين. الوزارة حددت لا يجوز لطالب الترقية الاستفادة من البحوث ذاتية المقدمة للترقية العلمية في جدول النشاطات وخدمة المجتمع في استحصال النقاط المطلوب عليها وتقديمها في جدول رقم واحد حسب كتاب حسب المادة 26 من تعليمات الترقيات العلمية 167 لسنة 2017. الباب الآخر أو المحور الآخر البحوث والإنتاجات العلمية في الترقية اللي هو فاي رقم اثنين راح يخدمه التدريسي. استفادة التخصصات الإنسانية من جدول التخصصات العلمية يجوز للباحثين في التخصصات الإنسانية استفادة من النقاط المفاضلة في جدول التخصصات العلمية عند توافر شروط النشر في تصنيف في المجلات الواردة حسب المادة 1 للتعليمات الترقيات. لا يمكن للباحثين في التخصصات الإنسانية استفادة تدريسي في التخصص الإنساني راح يستفيد من جدول علمي جاب لنا بحوث سكوبس 2 وعنده بحوث محلية، فمن يريد يقدم للجدول العلمي يكتب لنا طلب بأنه يريد يستفيد من جدول التخصصات العلمية، راح يروح معيار الدرجات للتخصصات العلمية للبحوث سكوبس وللبحوث المحلية وياخذ نقاطه. أما تدريسي يجي يذكر بأنه يريد يستفيد من جدول التخصصات العلمية والإنسانية والاثنين، فهذا لا يجوز حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد بأتا 4/10514 في 3/11/2019. بحوث جمع النقاط في جدول واحد، بحوث جدول واحد ويجمع بها نقاط. أحيانا يطالب صاحب الترقية بتقديم بحث لإكمال النقاط فضلا عن الأبحاث المقدمة والمستوفية للشروط التخصص، فبالإمكان تقديم البحث في الاختصاص العام أو الدقيق، بحوث تعزيزية للتدريسي أو بحث مكمل للنقاط. التدريسي ممكن يقدم لنا بحث بالاختصاص العام والدقيق، بس لما نجي بالنهاية ونشيك البحوث اللي حصل عليها قيم أو أصيل راح نطبق تعليمات اللي بها. بالأستاذية ثلاثتهم لازم يكون بالاختصاص الدقيق، الخمسة مثلا أربعة بهم أصيل بالاختصاص الدقيق وواحد بالعام. من يحصل لي اثنين بالاختصاص الدقيق واحد بالعام لا هنطالبه بحث آخر، يعني يكون ثلاث بحوث بالاختصاص الدقيق. البحث بالاختصاص العام ممكن يستفيد منه بالنقاط، والوزارة وافقت على شيء حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد بأتا 4/1400/14/2019، واللي أنا ما أحبد التدريسي أن يقدم لنا بحوث بالاختصاص العام إذا كان ترقيته للأستاذية، لأنه أي بحث يمر منه راح نطالبه ببحوث بالتخصص الدقيق. النقاط الأخرى، ينص البند أول من المادة 5 من تعليمات الترقيات العلمية 167/2017 يشترط في البحوث المؤسسة أن تكون في مجال الاختصاص العام أو الدقيق إلى مرتبة مدرس، وإثنان منها في مجال التخصص الدقيق لمرتبة الأستاذ مساعد وجميعه في الاختصاص الدقيق لمرتبة الترقية، وهذا ما أكدته قبل لحظات. جميع البحوث المقدمة للترقية العلمية في جدول واحد للبحوث ترسل إلى الخبراء حتى لو كان مستوفية لشروط الترقية ببحوث سكوبس. مقدم لي أربعة من ضمن سكوبس ثلاثة وبحثين حتى يجمع عليهم نقاط. كتاب الوزارة صريح، البحوث ترسل كاملة إلى الخبراء عدا بحوث سكوبس اللي حصل بها نقاط حسب الفقرة 25 سكوبس منشورة بالمستوعب المجلة، راح ياخذ نقاطه وما ترسل، هاي الوحيدة.
البقية ترسل حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4 على 1327 في 12/2/2019. الفترة خاطبنا الوزارة ذكرنا لهم بأنه تدريسي عنده 3 بحوث الأستاذية محقق بهم سكوبس وراح يترقى تلقائيا. البحوث المتبقية هي لجمع النقاط، فما فائدة إرسال البحوث للخبراء؟ كان إجابة الوزارة فقط للترصين. الغرض من الترصين هو حتى يتأكدون الخبراء بأنه هذه البحوث تعود للتدريسي نفسه وما بها استلال، لأنه بعض الحالات ظهرت بعض التدريسيين اللي قدموا ترقية ظهرت بحوث مستلة من بحوث غيرهم وصار بها إشكال ولجان تحقيقية، فهذا هو الغرض من الترصين اللي تذكره الوزارة. تسجيل البحث في خطة القسم حتى نحافظ على حق التدريسي بالبحث ولا يصير به استلال من غيره من التدريسيين، وإذا تظهر حالات يفترض بالبحوث أن تكون مسجلة في خطة القسم العلمي. يقصد بها أن يكون النتاج العلمي مثبت في قاعدة بيانات القسم حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4 على 1327 في 12/2/2019. وأيضا صممنا استمارة خاصة لتثبيت المعلومات بها توقيع رئيس القسم وغيره. هاي استمارة تسجيل البحث ضمن خطة القسم العلمي ومحضر لجنة علمية بالقسم أيضا يرفق بها البحوث المسجلة من قبل التدريسي، إرفاق نسخة من محاضر مجالس الأقسام في معاملة الترقية واللي كلها راح مقرر حسب كتاب شعبة الترقيات المركزية كتاب متعمم لهم باتا 518 في 10/8/2016. أيضا معاملات ترقية محالة من الوزارة، الوزارة ما عندهم تسجيل بحث من الخطة. معاملات الترقية المحالة من وزارة التربية يجب أن يكون البحث المنشور في مؤتمر أو كتاب أو مؤلف مصحوبا بما يريد إدراجه ضمن الخطة البحثية. استحدثوا له مركز اسمه مركز الدراسات والبحوث التربوية في مركز الوزارة أو شعبة الدراسات والبحوث التربوية في جهة انتصاب صاحب الترقية بالمحافظة أو الوزارة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدالات 40 في 26/8/2019. فاللي أرجوه من اللي يقدمون معاملات ترقية لوزارة التربية أن يلتزمون بهذا الكتاب، لأنه معاملات كثيرة تجمع وزارة التربية تتأخر كثير على مدى مفاتحة الوزارة وزارة التعليم العالي التربية. التأخير ده يأخذ أشهر، في بعض الأحيان يصل للسنة التأخير، وهذا التأخير ما من يمنع نتيجة تقديم التدريسي لمعاملة غير مستوفية للشروط لإخلاله بأحد نقاط الاستمارات المقدمة. المدة الزمنية للنتاج العلمي يجب أن يكون البحوث يجب أن تكون البحوث منجزة ضمن المدة الزمنية للمرتبة العلمية لطالب الترقية، ولا تعتمد البحوث التي تنتجز قبل فترة الحصول على آخر مرتبة علمية. يعني تدريسي حصل مرتبة مدرس وعنده بحوث يريد يترقى الأستاذ مساعد، ما يصير يجيب لي بحث اللي كان قبل مرتبة مدرس ويرفقه بالبحوث اللي يترقى بها الأستاذ المساعد، فأو بها تواريخ معينة للبحوث يجب تدقيقها. يجب أن يكون تواريخ النشر وقبول النشر في البحوث المقدمة قبل تاريخ تقديم طالب الترقية. أكيد بعض الأحيان تجينا معاملات ترقية التدريس يقدم طلب قبل قبول النشر للبحث، يعني قبول النشر يجي بعد تاريخه، وهاي الحالة تصير حتى التدريس يريد يكسب وقت المدة الأصغرية. وعملنا على الكليات المختلفة بعدم استلام معاملات ترقية للتدريسين اللي يقدمون بمعاملات غير مستوفية. الامتحان الإلكتروني مثل ما تعرفون حضراتكم هو جدا مهم، وظهر كتاب من الوزارة 2016/2/1 كتاب عممته الوزارة إلى الجامعات كافة يشمل على إجراء الامتحان الإلكتروني للبحوث الترقية المقدمة، يتضمن تقديم التدريسي بقرص CV لكل بحث من البحوث المقدمة بصيغة وورد. هذا الوورد راح يدقق مع النسخة الورقية للتدريسي بعد ما يكمل من قبل اللجنة العلمية في القسم أو لجنة الاستيلاد، راح يختم القرص ويختم الظرف ويرسل إلى لجنة الامتحان الإلكتروني. لجنة الامتحان الإلكتروني اللي هي التيرمت راح تستخدم برنامج بنسبة الاستلال يفترض أن ما زيد عن 20% حسب البند أول من المادة 7 من تعليمات الترقيات. بعد ما يكمل الامتحان الإلكتروني راح يزود بنسخة منه مختومة من قبل لجنة الامتحان أو من قبل مدير وحدة الامتحان الإلكتروني. سوف لن تعتمد نتيجة أي بحث في الترقيات العلمية لم تكون مطابقة له. يعني إذا تدريسي حصل 21 وهو 20 ترى ما راح يقبل إذا كان منشور. قبول النشر ممكن التدريسي يتصل بالمجلة يعدل به ممكن، بس البحث المنشور وأكد على التدريسي ضرورة التأكد منه. الحالات اللي إذا يصير بها إشكال ومن خلال الفترة السابقة التدريسي من يعمل انتحال إلكتروني في جامعة ويجي يعمل انتحال إلكتروني في جامعة أخرى ده يطلع 100%، فضرورة إجراء الانتحال الإلكتروني بدون ما يسجل الانتحال في الموقع. هذا واحد يريد يتأكد منه فقط للتدقيق. أكو حالات ممكن نمطي انتحال الإلكتروني دقيق أن البحث فقط للتدقيق وليس لحفظه بالقاعدة البيانات للانتحال الإلكتروني، وهذا شيء مهم جدا دي يصير عندنا. حالات كثيرة دي يجون تدريسيين ناشرين بحث سابق يريدون يسحبون النشر بغير مكان من يريد ينشره تطلع نسبة الانتحال 100%، ما راح يقدر يتخلص منه إلا إذا يزيل التسجيل الموجود للبحث بتلك الجهة، ويصير بها إشكالية كثيرة.
الاستدلال العلمي الورقي. الاستدلال العلمي الورقي هو أهم موجود بالترقية العلمية، هو صمام الترقية العلمية. دائما البحوث المقدمة تقدم إلى لجنة، تشكيل لجنة استدلال خاصة بكل معاملة ترقية بناء على أمر صادر من القسم. يجب أن يكون أعضاء اللجنة ضمن تخصص صاحب الترقية، أن يكون أحد أعضاء لجنة الاستدلال من الباحثين المشاركين، أن لا يكون أحد أعضاء من المشاركين معه، وهي معروفة جدا. يعني إحنا حتى نرسم الترقية العلمية ما ممكن نخلي عضو لجنة استدلال عنده بحث مشترك مع طالب الترقية. اللجنة راح تحدد الاختصاص العام والدقيق لكل بحث، ضرورة عدم احتواء لجان الاستدلال الورقي على أقارب من الدرجة الأولى والثانية. هذا كتاب جديد تعمم من الوزارة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد قاف على جيم 3/3014/8/12/2020، وده نعمل به الكتب الموجودة. تحديد نسبة الاستدلال من أطاريح ورسائل الباحثين المشتركين في بحوث، هاي واجب لجنة الاستدلال العلمي. يجب أن لا تتجاوز نسبة الاستدلال عن 20%، وخلال ذلك تعد مستلة. تخضع البحوث المنشورة المقبولة لنشر الاستدلال الورقي أكيد أكون محضر راح يوقع به أعضاء اللجان ورئيس اللجنة. المادة 3، تخضع البحوث المنشورة، لاحظوا هاي المادة اللي يصير بها خلل، البحوث المنشورة في مجالات ذات معامل تأثير اللي ينشر التدريسي بالخارج، في بعض الأحيان ما يعمل استدلال الإلكتروني هنا. إذا نشر بحث تدريسي بالخارج وكان استدلاله بال25 حتى لو حصل سكوبس ما راح يقبل الترقية العلمية، لأنه راح يجري لنا انتحال إلكتروني بعد قبول البحث للنشر، بعد النشر راح يكون. هذا هو كتاب الوزارة، كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/4534/31/5/2018. المادة 4، يعني لقوة الاستدلال وتأثيره، نسب معالي الوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13/9/2019 التأكيد على لجان الاستدلال بضرورة أخذ دورها بشكل حقيقي حسب كتاب جهاز الإشراف. ظهرت بعض الحالات لحالات بحوث مستلة أو غيرها أو تخصص عمو دقيق، وهذا اللي يصير في بعض الجامعات أو في بعض الكليات في أقسامنا. تحديد الاختصاص هو جدا مهم لطالب الترقية، ويجب أما غيره راح نجي كيف يحدد الاختصاص لطالب الترقية، وإذا غيره إيش راح يعمل. تحديد الاختصاص العام للتدريسي بنفس اختصاص القسم العلمي اللي تخرج منه، ويعتمد عنوان الأطروحة الدكتور على أنه الاختصاص الدقيق. هذا إذا أخذت روح الدكتوراه اختصاصه معين، أو إذا حصل على لقب راح يأخذ اللقب العلمي بتخصص، راح نعتبره آخر شيء. وبإمكان اعتماد البسار البحثي الذي يحدده الباحث إذا كان لديه 5 بحوث منجزة، بشرط أن يكون اسمه الأول في 3 منها حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/11/1978/26/12/2019. وأذكر بهذا الكتاب، هذا الكتاب مو كل تدريسي يجي يغير اختصاصه راح يمشي، لا، كل لجنة علمية بالتخصص اللي عنده والتخصص اللي ممكن مناظر له قريب جدا، وممكن كان يدرس التدريسي بذلك التخصص سنوات كثيرة، نشر بحوثي وحاجة القسم بذلك التخصص، ممكن يبدون اللجنة العلمية رأيهم في إمكانية تغيير تخصصه، راح يجي التدريسي ينشر لنا 5 بحوث وتمشي المعاملة. بس هاي أؤكد بأنه ما راح تكون عامل لكل التدريسين، هاي حالة خاصة لتدريسي كان ياخذ بحوث، كان ينطي محاضرات في تخصص معين قريب على تخصصه، فممكن يغير وممكن يصدر له أمر إذا أدبر. نجي للمجلات العالمية المعتمدة للترقية. كل المجلات العالمية خارج العراق تعتمد للترقية حسب المادة من تعليمات الترقية في حال توفر الشروط التالية. شروط مهمة، أن تكون صادرة من هيئات جامعية أو مؤسسات علمية أو جهات متخصصة معترف بها، ويتم اعتماد موقع المجلات الأكاديمية العراقية كموقع المجلات العراقية رسمية. هاي النقطة أكد عليها، المجلات العراقية الأكاديمية، أكو موقع اسمه المجلات الأكاديمية العراقية. كل تدريسي يريد ينشر بحث في مجلة لجامعة أهلية أو كلية أهلية أو ينشر بحث محلي، ضرورة الدخول على هالموقع اللي موجود به بحدود 300 مجلة عراقية. هاي المجلات كلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعترفت بها مجلات رصينة تصلح للنشر والترقية، خلافه ترى ما راح تقبل. المجلات اللي تنشر بها التدريسي الكليات الأهلية اللي ما صادرة بها موافقات بالاعتراف ما راح تعثر، لأنه بعض الجامعات الأهلية تنشر مؤتمرات، حتى المؤتمر ما راح نعترف به. ثانيا، أن تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها ويخضع ما ينشر بها للتقويم العلمي، أن يشرف عليها متخصصون من حمل شهادة الدكتوراه وحمل المرتبة العلمية الأستاذ المساعد أو الأستاذية تخصصات علمية. المجلة صادرة من دار نشر عالية رصينة ومسجلة في إحدى الكشافات والفهرس العالمية، أن تكون ذات معامل تأثير impact factor أو ما يتفق عليه. ثانيا، تعتمد المجلات الإلكترونية، المجلات الإلكترونية تصدر أونلاين لأغراض الترقية العلمية في حالة أيضا توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة أولا اللي هي ألف باء جيم البند أولا ذكرناه قبل لحظات حسب البند 4 من مادة 9 من تعليمات الترقيات العلمية 167/2017.
نقطة، حصلت موافقة معالي وزير التعليم على تطبيق المعايير الواردة في أدناه على المجالات العالمية عند اعتماده لأغراض الترقية العلمية والنشاطات المختلفة. أكو شروط تصدر لازم نطبقها للمجلات. هذه المعايير اعتمد اعتبارها من 3/2/2019 حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/926/31/2019. المجلات أن تكون تصدر من أحد دور النشر المعروف عالميا وموجودة ضمن الفهارس العالمية ويب أوف ساينس أو سكوبس، فإن المجلة تعتمد للترقية العلمية ولا تخضع البحوث المنشورة للتقييم إذا كانت المجلات تصدر عن دور النشر المنوع عليها في الفقرة على وغير مفهرسة فإنها تعتمد للترقية العلمية وتخضع. عندنا حالتين من المجلات، مجلات في موقع سكوبس عالمية للتقييم، مجلات مفهرسة بس ما بيها سايت سكور، هاي تعتبر مجلات عالمية تخضع للتقييم. الحكم بيناتنا هو السايت سكور. في بعض الأحيان يكون مجلة ركر قبل ما تدخل السايت سكور وطريقة حسابه، إن شاء الله هاي راح تكون محاضرة المقبلة على المجلات وكيفية الحصول عليها وكيفية الدخول لها. النقطة الأخرى، إذا كانت المجلة غير مفهرسة سكوبس أو ويب أوف ساينس وغير مدرجة ضمن المجلات الموجودة في موقع ستوب ديجيتال جورنال، أكو مواقع وهمية وأكو مواقع نسميها موقع بيض للمجلات الوهمية أو لدور النشر الوهمية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط الإلكتروني، هذا الرابط ديجيتال جورنال كوميونيكيشن، فإنها معتمدة للترقية العلمية. يعني البحوث ما كانت بهالموقع المشبوه اللي هو نسميه الستوب ديجيتال جورنال أو موقع المجلات المخطوفة، يمكن الاعتماد عليها ويخضع البحث المنشور فيها للتقييم. الخلاصة ممكن يكون إذا كان البحث عالمي رصين مو سكوبس يعتبر عالمي يخضع للتقييم. إذا كانت المجلات تصدر عن دور نشر غير المشار إليها في الفقرة واحد ومدرجة ضمن المجلات المبينة في الموقع، هسا إذا كانت مجلة مخطوفة فإنها لا تعتمد للترقية العلمية وبغض النظر عن الفهرس الموجود فيه. رابعاً، قبول البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في المجلات ودور النشر المفترسة، لاحظوا هذا الكتاب اللي إجا من الوزارة وبعدين تغير، والمعروف بستوب ديجيتال جورنال بموجب كتاب الصادر من المجلة قبل تاريخ 3/2/2019 تدريس ناشر هاي المجلات وعن غفله بدون ما يعرف. الوزارة يعني قالت ممكن نستفيد من هاي النشر منه نقبله لأنه تدريسي ما كان يعرف النشر وشروطه، وأكو مروجين للنشر الوهمي وأكو مجلات وهمية وأكو مفترسة، فاللي ناشر ب3/2 قبل تاريخ 3/2/2019 البحوث راح نقبلها للترقية العلمية والنشاطات الأخرى. وعدم اعتماد البحوث المنشورة في مجلات أو دار نشر ومجلات تابعة لها إذا كانت موجودة في قاعدة بيانات المذكورة على بعد تاريخ 3/2/2019، هذا الكتاب الأولي، بعد راح تجي كتب كثيرة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير 14/2/2019. حصلت موافقة السيد وكيل الوزير للشؤون العلمية على اعتماد موقع بيل. موقع بيل مثل ما تعرفون هو موقع لتدقيق المجلات، وهذا هو موقع لتدريسي بريطاني عمل موقع لتأكد من المجلات ودور النشر الوهمية. الموقع يومية يدرج به بحث ويطلع مجلة، والجامعة مالتنا والوزارة اعتمدته كموقع، فنحن إذا نمشي تعليمات الوزارة هذا الموقع اعتمدته الوزارة، موقع بيل كرديف لموقع ستوب ديجيتال جورنال. إذا موقع ستوب ديجيتال جورنال توقف، موقع بيل راح نفوت عليه في تحديد المجلات المفترسة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/6837/15/10/2019. أيضا عندنا مجلس الجامعة أوصى في بعض الأحيان يكون عندنا مجلات تصدر بأكثر من موقع، طلبنا من التدريسين الابتعاد عنها لأنه هاي المجلات ما منشورة في موقع المجلات العالمية سكوبس، فأخذنا بها. يقصد بالمجلات العالمية المجلات غير المنضوية تحت المستوعبات العالمية والتي كانت منضوية وخرجت منها. يعني مجلة عالمية هي كانت سكوبس، طلعت من سكوبس نعتبرها مجلة عالمية. يعتمد معامل التأثير Impact Factor من المجلات الصادرة من مجلة Clarivate Analytics والذي تمنحه تلك المؤسسة العلمية المجلات من تقاريرها السنوية للاستشهاد. هاي ولا يعتمد أي معامل استشهاد. يعني في بعض الأحيان أكو Impact Factor عربي وكثير مجلات عراقية أو غيره تكتب Impact Factor مجلات أهلية، هذا ما يعتمد عليه قطعيا ولا تدريس ينشر به ويجي يقول هاي المجلات هي Impact. أبدا، أكو موقع عالمي Impact Factor Clarivate Scopus، هذول فقط معترف به بالترقيات العلمية، الغير نعتبره مجلة محلية حتى لو ما كان مكتوب عليه Impact Factor 7-8. وتلاحظوها أنتم بالمجلات العراقية اللي ظهرت السجديد بالإمكان النشر في نفس المجلة وبنفس العدد، هاي ملاحظة مهمة بالنسبة لمجلات سكوبس. التدريسي ممكن ينشر بحثين بنفس المجلة وبنفس العدد، شرط أن تكون المجلة سكوبس ذات معامل تأثير حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/1400/14/2/2019، والكتاب الآخر ذي العدد باتا 4/1753/26/2/2019. أيضا من ضمن التعليمات استثنت النشر بنفس المجلة إلا في مجلات ذات معامل تأثير،
يعني التدريسي شرط أساسي بالترقية العلمية النشر في مجلات علمية متعددة باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير. هاي ممكن نستثنيها بالهذا حسب كتاب الوزارة الأدباء تبع 1251 في 16/2/2021. مجلات عربية وتدريسي غادي ينشر بها أيضا، لا غير أن ينشر التعاير السابقة اللي هي تكون مجلة رصينة تصدر عن دار نشر بها خبراء ومحكمين حصلت موافقة السيد وكيل وزير الشؤون العلمية على ما يلي: اعتماد المجلات الصادرة من الجامعات في الدول العربية باستناد المادة 9 من تعليمات ترقيات سنة، اعتماد المجلات الصادرة من مؤسسات البحثية ومراكز الدراسات البحثية نفس التعليمات إذا كانت تصدر من جهات موثوقة بها تقييم، تصدر رصينة بها جهة النشر للآي دبل إس إن. في حالة المجلات الصادرة عن جهات غير المذكورة على تجينا مجلات مثل المؤسسات غير حكومية، هاي المجلات كنا قبل نمشيها، هسه الوزارة تقول وقفوا لتمشيها، وما راح نعتبر ولا راح نعترف بالمجلات تصدر عن مؤسسات غير حكومية غير رسمية. هاي المؤسسات قبل كانت ترسل البحوث مالتها إلى لجنة علمية برئاسة الجامعة إلى خبراء ثلاثة داخل الجامعة يحددون صلاحية المجلة وبعدين ينطر رأي مجلس الجامعة يتخذ بها قرار. حاليا الوزارة وقفت كل هالإجراءات وذكرت بأنه أي مجلة تصدر خلاف ذلك أرسلوني للوزارة، نحن راح نشكل لجنة ونعطيكم الرأي الفني بها. المجلات العراقية العلمية أكيد أكو مجلات عراقية تصدر وبها شروط، الشروط اللي تحققها أن تكون صادرة من هيئات جامعية ومؤسسات علمية وجهات متخصصة فيها، في بعض الأحيان جامعات تربيها، أن تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثي ويخضع ما ينشر منها المقيم العلمي، أن يشرف عليها متخصصون من حمد شهادة الدكتوراه، أن يتوافق فيها الرقم الدولي المعياري IWSL كرنه، أن تصدر وفق معايير محددة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هاي الشروط هي نفسها من المجلات العربية. تعتمد المجلة العلمية المحلية الحاصلة على معامل تأثير. عندنا مجلات عراقية آخر شيء ظهرت أكثر من مجلة تحوي هي سكوبس، يعني مجلة رصينة تفيدها المجلات. اعتبرت هذه المجلات بالسنة الأولى للصدور تدريس من ينشر بها قبل ما تصير بها إمباكت فاكتر تكون بشكل تراكر، تراكر يعني ما حصلت على أول سنة، فراح يعتبرون هذه المجلة العراقية هي مجلة عالمية تخضع للتقييم وتأخذ نقاط العالمية تشجيعا للمجلة. بعد فترة مصير سكوب وصرح تأخذ نقاط السكوب ويقيم البحث. المجلات العراقية التي سجلت في فهارس سكوبس أو كلاريفيت لكنها لم تحصل على قيمة للسايت سكور، سايت سكور يحسب من خلال السنة ويقسم على عدد البحوث، إذا كانت مفهرسة في سكوبس أو إمباكت فاكتر ذكرنا مفهرسة راح تأخذ النقاط كاملة، إذ يتطلب حصول مجلة على القيم آنف تذكر سنة واحدة على الأقل هي جت أول سنة، فحتى يفيدون المجلة ويصير بها دعم، لأنه إذا المجلة ما راح ينطوها بحوث بأول سنة والتدريسي ما راح ينشر لأن نقاط المجلات العراقية قليلة، فالوزارة حتى تشجع النشر تلك المجلات اللي حصلت على اعتمادية للدخول راح ينطون المجلات بحوث اللي تنشر بالمجلات للسنة الأولى نقاط العالمي يخضع للتقييم العالمي، ونقاط العالمي كثيرة مثل ما تعرفون راح ناخذها بالجدول. المجلات العالمية سجلت ضمن فارس ولكنها لم تحصل على إذا كانت مفهرسة إذا يتطلب الحصول على المجلة لم تذكر سنة واحدة على الأقل حسب كتاب دائرة الواحد للعدد التطوير اللي موجود على 9464 في 13/12/2018. تصنف المجلات العراقية تصنيف المجلات العالمية، لاحظوا مثل ما ذكرت من حيث النقاط عندما تكون منضوية ضمن المستويات العالمية، ومن أحد النقاط اللي تجيها المجلات الانضمام للمستويات العالمية حيث حسب كتاب وزارة البحث والتطوير، أيضا وزارة البحث صدر كتاب بهذا الخصوص. مجلة الدراسات التاريخية والحضارية ومجلة اللغات اللي تصدر بجامعة تكريت أيضا حصلت الموافقة لاعتبار من ضمن المجلات العراقية الرصينة. الموقع الإلكتروني الوحيد المعتمد من الوزارة لموقع المجلات العراقية هذا هو الموقع www.iasj.net، ولا يوجد أي موقع إلكتروني غير معتمد من قبل آخر معتمد من قبل الوزارة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/3201 في 24/10/2018. كيفية اعتماد مجلة للترقية؟ آلية الاعتماد موجودة، تكون اعتماد آلية اعتماد مجلات غير المفهرسة في المستويات العامية أو مجلات الأكاديمية العراقية أو مجلات التي تصدر من الجامعات العراقية من خلال إحالة هذه المجلات الترقيات المركزية، وأن الوزارة لبيان الرأي فيها مثل ما ذكرت سابقا. هاي المجلات اللي خلاف هذه الضوابط تحال الوزارة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/11/1176 في 27/11/2019. المجلات تصدر من مؤسسات غير حكومية مثل ما ذكرت لم تحصل موافقة مجلس جامعة تكريت ولا الوزارة أيضا على اعتمادها، لأنه العالم دي يتحرك السم مجلات سكوبس وغيرها تنشر. تخصص اللي مهم جدا، يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية أن تكون منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها
حسب المادة البند 5 من المادة 5 من تعليمات 167/2017. أكو كتاب صدر جديد من الوزارة وصار عليه إشكالية، لا تشترط أن تكون المجلة ضمن التخصص الدقيق للباحث حسب كتاب دائرة البحث والتطوير، واللي ممكن تفسيره بشكل مبسط جدا. أكو مجلات السكوب مع المجلة هو عام ينشر، مثلا فيزيكال كيميكال ماثماتيك أو مجلات إنسانية. يقصدون الاختصاص العام هو اختصاص التدريسي مثلا بالفيزياء، فيزياء نووية أو غيرها. الوزارة ما اشترطت المجلة تكون تخصص في الفيزياء النووية، لا بالفيزياء ممكن، السكوب مع المجلة فيزيك فممكن ينشر بها، هذا هو السماحية للتدريسي. أما ما المجلة عامة ما مسمح للتدريسي ينشر، مجلة عامة تصدر بها تخصصات إنسانية وعلمية. هذا هو القصد من الكتاب اللي صدرته الوزارة، وكان آخر كتاب 24/2/2021. الترقية لمرتبة مدرس أيضا مثل ما تعرفون نقاط اللي يحصل عليها يفترض أن تكون 24 نقطة في جدول رقم 2 وما لا يقل عن 28 نقطة، هاي نسميها جدول النشاطات 31، ويجب أن تكون هذه النشاطات مصادقة من قبل القسم. من ضمن النشاطات اللي يقدمها التدريسي إضافة إلى البحوث الآتي: ممكن يقدم كتاب مؤلف أو مترجم، الكتاب بشروط الـ ISBN مسجل من خطة القسم العلمية ومثبت في قواعد البيانات. احتساب النقاط راح يكون من خلال جدول محدد، جدول اللي هو راح يكون بالشكل التالي: تحسب، لا يمكن الاستفادة من الكتب المقدمة في جدول واحد في تقييم مرة ثانية في جدول رقم اثنين. كتاب علمي قدمه التدريس اللي يستفيد منه بجدول واحد واثنين هذا ما ممكن، راح يحدد لي بيش يستفيد منه بجدول واحد أو اثنين، مرة واحدة فقط يستفيد منه ولجدول واحد. النقاط المثبتة للكتب في جداول وخدمة المجتمع هو كنشاط لا يعتمد للتقييم حسب كتاب دائرة البحث والتطوير. تدريس يقدم كتاب، هذا الكتاب ما راح يروح الخبراء إذا كان بجدول رقم اثنين، لأنه فقط هو نشاطات. يحصل الباحث الأول على جميع النقاط الواردة فيها، والمشارك الثاني 80 نقطة والثالث 70 نقطة. إذا كان الباحث عنده 10 نقاط للكتاب، إذا هو أول راح يأخذ 10 نقاط، إذا الثاني راح يأخذ 80% 8، إذا الثالث راح يأخذ 7 نقاط. حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/10514 في 3/11/2019، بحث منشور في مؤتمر، تدريسي ممكن يستفيد. بالإمكان تقديم بحث واحد ملقى في مؤتمر في جدول رقم واحد كنتاج علمي للترقية، وبحث آخر ملقى في مؤتمر كنشاط في جدول اثنين حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/1753 في 26/2/2019. ومثل ما ذكرنا يحق له حتى طالبين، طالب بالبحث الأول مستل وطالب أيضا مستل، بس بالنشاطات العلمية لازم يكون مؤتمر حتى يأخذ النقاط، والمؤتمر قد يكون عالمي ومحلي. تخضع جميع البحوث المقدمة في جدول واحد واثنين إلى الاستلال. قدمنا تدريسي بحث مؤتمر جدول رقم 2 راح يروح استلال الورقة الإلكترونية تسجيل بحث حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/4534 في 31/5/2018. تحتسب 5 نقاط للبحث الملقى في مؤتمر داخل العراق. كيف نحسب النقاط اللي يريد يجمع التدريسي؟ مثلا تدريسي يريد يجمع نقاط لمرتبة المدرس، يأخذ 5 نقاط إذا كان مشارك في بحث ملقى في مؤتمر داخل العراق، هذا إذا كان أول، بس إذا كان ثاني راح يأخذ 4، إذا كان ثالث راح يأخذ 3.5 نقاط، وعشر نقاط إذا كان ملقى خارج العراق. ومثل ما ذكرت شرط يكون البحث المؤتمر دوري رقم 2، وهاي النقاط اللي ذكرناها 80/70/60 حسب كتاب دائرة البحث والتطوير باتا 4/10514 في 3/11/2019. الدراسة الأخرى اللي تصير دراسة علمية تعالج مشكلة، هاي هي مشكلة، هي هاي الدراسة. الأغلبية التدريسيين حتى نتخلص من الإشكال اللي يصير دراسة علمية تعالج مشكلة ويمكن استفادة منها وتؤيد الجهة المستفيدة حاجتها لتلك الدراسة، شكلنا استمارة معينة تدريسي راح تكون آلية تقديمه للدراسة العلمية. كيف تبدأ من الكلية يرفع طلب إلى الجهة المعينة، عنده دراسة معينة، هل الدراسة أنتم تحتاجوها؟ قدم الدراسة، الجهة المعينة درست الحالة، راح تأيد أن الجهة المستفيدة حاجتها لتلك الدراسة وتم الاستفادة منها، وليس الاستفادة منها مستقبلا. ضروري الكتابة تكون بهذا الشكل، الدراسة بحاجة إلى دراسة علمية تعالج مشكلة وتم الاستفادة منها، نؤيد لكم حاجتنا لتلك الدراسة وتم الاستفادة منها. إذا كتبوا هاي العبارات فيها فممكن بعد ما ترجع الدراسة من الجهة ذات العلاقة والتدريس يقدم ترقية، راح هذه الدراسة العلمية تروح للجنة علمية في القسم. اللجنة العلمية راح تنظر بالدراسة هل هي بالاختصاص العام أو الدقيق. إذا الدراسة كانت بالاختصاص الدقيق راح يأخذ 15 نقطة من مجموع النشاطات، وعشرة راح يأخذ إذا كان خارج التخصص، وأرجع أكد إذا كان
مفرد، إذا كان اثنين أو ثلاثة راح يستفيدون من الرابع ما راح يستفيد من الدراسة، وأيضا تعامل معاملة البحث، تخضع الدراسة المقدمة إلى التثقيف من لجنة الاستدلال العلمي وفق استمارة مختصة ذكرناها، يحصل الباحث الأول على جميع النقاط والثاني 78%. النقطة الأخرى مقال مراجعة موضوع اللي نسميه subject review، اللي معروف لدى الباحثين بحوث تمثل جرد تاريخي، ما راح يجيب شيء الباحث هنا، فقط راح يستعرض بحوث سابقة ويربطها بشكل معين. الوزارة قالت ممكن يستفيد التدريسي من subject review ياخذ 5 نقاط إذا كان أول ثاني ثالث، بس هذا راح يروح استدلال إلكتروني ورقي لأنه هو بحث منشور، على لا زيد عن 10 نقاط، 5 نقاط لكل مقال، فمسموح للتدريسي يقدم subject review عدد 2. ومثل ما ذكرت نفس الشيء، الباحث الأول والثاني والثالث نفس المعاملة العاملة، براءة الاختراع نفس الطريقة، لازم تكون براءة الاختراع مصادق من الجهة الرسمية الصادرة، لا يمكن الاستفادة من براءة الاختراع المقدمة في جدول واحد تقديمها في جدول النشاطات. القصد من التدريسي ممكن يستفيد من براءة الاختراع يقدم للترقية العلمية بجدول البحوث، مثل ما ذكرت راح يروح خبير ويقيم، ممكن يقدم لنا بجدول 2، بس ما يصير يقدم الدراسة في جدولين نفس الدراسة، فراح الدراسة يستفيد منها في جدول واحد من الجداول. يحسب لطالب الترقية 25 نقطة لبراءة الاختراع، يجب أن تكون مصادقة براءة الاختراع، 10 نقاط لبراءة الاختراع المحلية، وأيضا راح يحصل 70 و80 و100%، أو سمة علمية دولية. هاي الدروع تدريسي يجي ماخذ درع أو ماخذ من هاي المراكز غير الاجتماعية، يعني منظمات المجتمع المدني ينطوا درع أو غيرها، الدروع لا تعد ضمن الأوسمة. حسب كتاب دائرة البحث والتطوير، هذا كان استفسار بات 4327 في 12/2/2019، لم يتضمن جدول النشاطات نقاط الميداليات، واحد جايب لي ميدالية ما راح اعتبره ولا يمكن اعتباره ابدا الأوسمة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير. يحسب لطالب الترقية 10 نقاط لجميع الأوسمة الدولية و5 لجميع الأوسمة المحلية، تحسب الأوسمة التي يحصل عليها الرياضي ومخرجي كلية التربية. هنا التربية الرياضية عندهم أوسمة، الوزارة حسبتها كأوسمة، ولا يجوز منطين درع، الدرع ما يعتمدوا كأوسمة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير، دي العدد باتة 4689 في 26/6/2019. تقييم البحوث العام نفس الشيء، راح البحوث تقييم بحوث الترقيات تدريسي مقيم بحوث، كل بحث يقيمه عليه نقطة لا زيد عن 5 نقاط. ممكن التقييم راح يشمل الآتي، ممكن أطاريح تقييم علمي، ممكن أيضا إذا كان شارك بنقاش لجان ترقية، لجان المناقشات للدراسات العليا، كتاب من الوزارة، اعتماد لجان المناقشة للرسائل الماجستير وطريح الدكتورة مجزية لفقرة تقييم بحث ضمن جدول النشاطات حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتة 4472 في 15/2020. البحوث المقدمة بخارج العراق تدريسي مقيم بحوث خارج العراق، ممكن نعتبرها على أن لا زيد عن 6 نقاط، نقطتين عن كل بحث، يعني حق له 3 بحوث يقيم خارج و5 داخل، 11 نقطة راح تكون. معدل تقييم الأداء مثل ما تعرفون حضراتكم، تقييم الأداء يمثل سنوات التدريس اللي مضى الخدمة، فقد ناخذ السنوات الأخيرة إذا كان للأستاذ مساعد، ناخذ الأربعة الأخيرة إذا كانت عامة، وإذا الأطفال ينطينا 3، للمدرس 3 سنوات ما بيها نقص، للأستاذ هي 6 أو 5. الدرجات راح تحسب بالشكل التالي لمعدل التقييم وليس لكل سنة. معدل تقييم الأداء لسنوات الترقية إذا كان معدل اللي حصلوا أقل من 80 يأخذ 6 نقاط، أقل من 90 يأخذ 8 نقاط، من 90 99 10 نقاط، يعني امتياز جيد جدا جيد 10 8 6. الوزارة ما اشترطت هذا الشرط أساسي، كان قبل شرط أساسي لتقديم الترقية العلمية أن لا عن جيد جدا أو جيد للترقيات العلمية، لا هذا الشرط. إذا كان تقييم الأداء أقل من 70 0 في جدول النشاطات، ويمكن ترويج عمل إذا استطاع جمع نقاط مطلوبة من أنشطة أخرى، يعني مو شرط أساسي بس شيء مهم جدا. التدريسي اللي ما عنده معدل تقييم أداء يقدم لنا تأييد بأنه كان مستمر بالخدمة طيلة الفترة وما قيم تلك الفترة لسبب أو آخر، بس التأييد راح يكون من الأفراد ومختوم ومن الكلية المحنية بأنه مستمر بالخدمة لسنوات، فممكن من الحالة تروج معاملته حتى لو ما عنده تقييم أداء. المشاركة في اللجان الامتحانية، يحق لصاحب الترقية تقديم مشاركة واحدة فقط في لجنة امتحانية عن كل فصل دراسي حسب كتاب دائرة البحث والتطوير. أن اللجان الامتحانية بإشكالية تصير كل فصل دراسي يقصدون بإما كورس سنوي، الكليات اللي بيها كورسات وتتغير اللجنة مالتها على مدار الكورسين، ممكن تكونوا لجنتين بس إذا ثبت بالكورسين نقطتين فقط عن كل لجنة امتحانية لكل سنة،
وكلجان سنوية. اللي أتمنى من يعني المشاركين أو اللجان أو المستمعين أو المسؤولين، اللجنة هي لا يجزؤها، لا يكتبون الأضابير والغيرة ماستر شيتات ويخلوها خارج اللجنة الامتحانية، ترى ما تعتبر نقاط بها اللجان هاي، ما تعتبر. أريد لجنة دائمية سنوية، لأنه اللجنة الدائمية السنوية هي اللي تعتبر اللجان المؤقتة أو لجان امتحان الدراسات العليا أو لجان وضع امتحان الكفاءة أو غيره أو الامتحان الشامل، ما تعتبر حسب كتب الوزارة. يحق لصاحب الترقية، حطينا عن كل لجنة وملازمة عن 10 نقاط، يعني 5 لجان امتحانية تكفي. المشاركة كمحاضر، دورات تدريبية أو تعليم مستمر، شرط أساسي حتى يأخذ نقاط المشاركة كمحاضر يجب أن تكون إما دورات تدريبية أو مركز تعليم مستمر. إذا كتب ورشة أو ندوة ما تحسب، والكتاب تحتسب نقطتين عن كل دورة، أنا لا زيد عن 10. المشاركة في ندوات وورش العمل لا تدخل ضمن فقرة محاضر في الدورات التدريبية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير، بالعدد بعته 4 على 10,514 في 3/11/2019. يدوب يريد يعمل حلقة يكتبها دورة أو ورشة، الندوات ما راح تعتبر. العمل في المستشفيات، أكو عندنا حالة خاصة الكادر الطبي شخصوا عن غيره. الكادر الطبي اللي يشمل الطب البيطري وطب الأسنان والطب البشري، هذول الثلاثة اللي يعملوا بالمستشفيات التخصصية فقط، يعني عندهم تفرغ جزئي للعمل بالمستشفيات، هذول لهم حالة خاصة بالنقاط. العمل في المستشفيات حصرا لتدريسية كليات الطب حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/1327 في 12/2/2019، فراح يعتمد العمل بالمستشفيات التعليمية في تخصص الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري في احتساب الجدول، وأوامر إدارية تصدر من الكلية والجامعة تأكد ذلك، مخاطبات وأمر إداري حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد باتا 4/11/1978 في 26/12/2019، تحتسب 15 نقطة عن كل أمر تكليف للعمل بالمستشفيات، هي 15 بس، فمن أكو تكليف بعد آخر ترقية من غير الطبيان الترقية واللي حاليا يجي من التكليف والأمر الصادر، فيأخذ النقاط كاملة 15. اللي يشتغلون بالمختبرات، لا يمكن اعتبار العمل بالمختبرات، هو ذات العمل بالمستشفيات، يعني اللي هو البكتيريولوجي أو الأحياء المجهرية أو غيره ما راح يعتبره حتى لو عنده تفرغ بالمستشفيات حسب كتاب الوزارة ذات البحث والتطوير العدد باتة 4/42/5/1/2021. أدنى المجلات إذا كان رئيسها التحرير راح نعطي 10 نقاط حسب كتاب التعليمات التقيات، إما رئيس أو مدير تحرير مجلة، عضو هيئة التحرير 5 نقاط، ضمان الجودة أيضا راح يأخذ 3 نقاط عن كل تكليف بمسؤولية ضمن ضمان الجودة. المشاركة في استحداث الأقسام، أكو أقسام علمية راح تفتح يصدر بها أمر باللجان المشكلة، راح نعطي نقطتين عن كل أمر استحداث على لا يزيد عن 10 نقاط، يعني 5 استحداثات. المشاركة في الإشراف التربوي، مثل ما ميزنا كليات الطب بنقاط معينة راح نميز الكليات التربوية بنقاط معينة. الإشراف التربوي يشمل كليات التربية بصورة عامة، التربية للعلوم الإنسانية، التربية للعلوم الصرفة، التربية البدنية، ولا يمكن شمول كليات القانون، الفنون الجميلة بهذه النشاط حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتة 4/42/5/1/2012. النشاطات اللي راح تكون أيضا النشاطات لخدمة المجتمع، التربية العلوم الإسلامية أيضا انطوهم حالة خاصة بالإشراف التربوي، اعتبار الإشراف على طلبة كلية العلوم الإسلامية أثناء تطبيقهم في مدارس وزارة التربية كمشاركة في الإشراف التربوي، فصار عندنا كليات تربوية وكلية العلوم الإسلامية والتربية البدنية تحسب. لا يحتسب كل من المشرف على تطبيق طلبة المجموعة الطبية والمشرف على تطبيق المجموعة الهندسية ومن على شاكلتهم ضمن الإشراف التربوي، يعني هاي الكليات إذا جابوا لنا إشراف ما راح نعتبره. تحتسب نقطتان لكل أمر تكليف على لا يزيد عن 10 نقاط، راح يصير عندكم 10 نقاط لهذا التكليف، نقطتين عن كل تكليف. المشاركة في الإشراف على طلبة الدراسات خارج العراق، التعليمات أبعدت الإشراف على الداخل وحددت فقط الإشراف خارج العراق، يحصل طالب الترقية على 5 نقاط الإشراف على طالب ماجستير خارج العراق، وراح يصير طالبين 10 نقاط، يحصل طالب الترقية على 10 نقاط الإشراف على طالب الدكتوراه و20 نقطة للطالبين. المشاركة في النشاطات اللاصفية، النشاطات اللاصفية كثيرة وليس بها لبس حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتة 4/1051 في 30/4/2019 وتعليمات الترقيات العلمية، حددت الإشراف على النشاطات كالآتي: إشراف على ابتكار أو تصنيع، إشراف على عمل تطوعي طلابي ذو صلة، إشراف على مهرجان ثقافي. الأعمال الأخرى اللي هي أعمال الصيانة وإدامة المباني والمشاريع الخيرية نشاطات لاصفية لا تعتبر
حسب الكتاب المذكور أعلاه وكتاب الدائر في البحث والتطوير العدد باتا 4/3485 في 11/4/2019 إدراج نشاط التدريشين في زراعة 1,000,000 شجرة كنشاط لا صفي حسب كتاب دائرة البحث والتطوير. عندنا مشروع اسمه 1,000,000 شجرة فلازم تشكل لجان دي. فإذا دخل الطالب الكلية أو القسم في زراعة 1,000,000 شجرة اللي هي معروفة فممكن يحسب له نشاط بنقطتين. يجب أن توثق جميع النشاطات اللا صفية بأوامر إدارية. إقامة المعارض المهرجان الثقافي يعد من النشاطات اللا صفية. أيضا كان استبصار والمهرجان الثقافي يعتبر. لا يمكن اعتبار الزيارات لدور المسنين والأيتام وعمل الشهداء من النشاطات اللا صفية. هاي النشاطات المشمولة به. سفرة علمية أيضا لا تعتبر ضمن النشاطات. يحصل طالب الترقية على نقطتين على كل مشاركة على لا تزيد عن 10 نقاط يعني 5 مشاركات. المؤتمرات التدريسي قد يشارك ببحث أو قد يكون عضو لجنة. المشارك في المؤتمر كعضو لجنة تحضيرية أو لجنة استقبال أو لجنة علمية تحتسب نقطتين عن كل لجنة على لا تزيد عن 10 نقاط. 5 ممكن يكون 5 مشاركات. الأقسام الداخلية 5 نقاط. وأكد على الأقسام الداخلية يجب أن يكون بأمر إداري خاص لكل اللجنة ومن بداية السنة يكون وتحدد السنة الدراسية للعام الدراسي فلان 19/20/2021 وليس أوامر إدارية مجزأة. المشاركة باللجان الوزارية أكو لجان وزارية تصدر من الوزارة رح يمتون 5 نقاط عن كل لجنة وزارية. لجنة وزارية لفتح لجنة وزارية لغيرشي تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات عالمية منظمات الدولية يقصد بها اليونسكو وغيرها اللي يشارك بها التدريسين بتكليف وموافقة الجامعة مع تلك الجهة حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتا 4/13/1327 في 12/2/2019 إلقاء محاضرات في جامعات أخرى لا تدخل ضمن فقر التعاون التربوي مع جامعات ومنظمات عالمية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير باتا 4/10514 في 11/2019 تحتسب 5 نقاط عن كل مشاركة على لا تزيد عن مشاركتين. الحصول على مؤتمر على معامل إيج إندكس نسميه هرتش الإيج هذا معامل إيج راح يكون من سكوبس وليس من جوجل سكولر يعني التدريسي راح عنده حساب بسكوبس راح يدخل على حساب سكوبس ويشوف إيش قد عنده مشاهدات راح يكون نسميه إيج إندكس تحتسب نقطة واحدة لكل قيمة يحصل عليها التدريسي من قيمة هرتش من دار النشر سكوبس ولا يحسب من جوجل سكولر على أن لا تزيد عن 30 نقطة. المعاملة الترقية اللي قدمها التدريسي ترفق نسخة ورقية من رسائل الماجستير والدكتورة لصاحب الترقية أيضا ترفق الرسائل والأطاريح اللي أشرف عليها والمجتمع ترفق مع المعاملة البحوث الرسائل والأطاريح للمشاركين معه بالبحث. التدريسي اللي اشترك مع باحثين في مؤسسات خارج العراق صار كالي في بعض الأحيان تدريسين ينشرون مع تدريسين خارج العراق وهذا التدريسي خارج العراق منطق نحصل لا أطروحته ولا رسالته فممكن نحصل القرص الألكتروني وإذا تعذر سل القرص الألكتروني فالتدريسي راح يتم تعهد خطي بأنه البحوث المقدمة مستلم رسائله حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العقبات 4/9/2014 ممكن تعهد خطي وإذا صار شيء يتحمل التدريسي مسؤولية. المعاملة الترقية والترويج راح تكون خارج تخصصكم. التدريس قدم طلب يقدم المعاملة كاملة ترفع عن طريق القسم إلى العمادة. العمادة تحولها إلى ترقيات. الترقيات راح تحولها إلى قسم المعني لإجراء استلال. الاستلال راح رئيس القسم راح يحيلها بأمر إداري تشكيل لجنة للاستلال مع البحوث وكافة المتطلبات. اللجنة راح تنجز خلال 7 أيام تعيد المعاملة إلى لجنة الترقيات. الترقيات راح تحيلها إلى خبراء أيضا خلال 7 أيام. الخبراء راح يكونون بتخصص طالب الترقية ويجب أن يكونون هذول الخبراء بتخصص علمي أعلى من طالب الترقية ما يصير مدرس يرقي أستاذ مساعد يرقي مدرس هاي معروفة عندنا تحال إلى خبراء من جامعة مختلفة. التعليمات هي واضحة حال من خبراء من داخل الجامعة وفي حال تعذر ذلك ترسل الخبراء من خارج الجامعة 3 خبراء راح ترسل والنتيجة مالتهم راح تكون بالأغلبية عند استكمال عملية التدقيق في الترقية خلال 7 أيام معاملة الترقية لمجلس الكلية مشفوعة بتوصيته للترقية ويقدم مقرر لجنة ملخصاً عن المعاملة رئيس لجنة ويقوم مجلس الكلية برفع التوصية في مدة أقصاها 12 يوماً إلى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة. راح ترسل المعاملة للجنة المركزية للتدقيق بعد ما تدقق المعاملة ترجعها مستوفية للشروط حيل المجلس الكلية. مجلس الكلية راح يصادقها وترفعها بمحضر إلى رئاسة الجامعة لتتم مصادقة من قبل السيد رئيس الجامعة. بعدها راح تحول إلى لجنة الترقيات المركزية لإصدار أمر جامعي بالترقية. هاي بالنسبة للترقية للمرتب مدرس والأستاذ مساعد. آلية ترويج معاملة الأستاذية لا راح تختلف الأستاذية. الترويج كله راح يكون من رئاسة الجامعة لجنة التركيزية بعد ما يقدم التدريس المستمسكات كاملة. أيضا راح تكون بعد ما يكمل التدريس المستلزمات وتحال إلى لجنة الاستلال
مستوفية للشروط تحال إلى رئاسة الجامعة. رئاسة الجامعة لجنة الترقيات راح تجتمع وتدقق في المعاملة قبل الإحالة. إذا وجدت مستوفية للشروط من حيث تخصص البحوث واستمارات واحد واثنين راح تحال إلى خبراء. خبراء راح تحال بالشكل التالي: واحد خارج العراق بالتخصص واثنين من الداخل. وراح تجي النتائج خلال شهر أو شهرين، لا تزيد عن شهر. إحنا دائما أرسلها إلى ثلاثة خبراء ويكون أحدهم من خارج العراق والآخر من داخل، أو تستكمل إجراءات المعاملة. دائما نأكد على الخبير خلال شهر تنجز المعاملة داخل خارج العراق. بعد ما تستكمل المعاملة وترجع من الخارج راح نحيل البحوث بعد التقييمات إلى الكلية المعنية لاستكمال الخلاصة والمحضر وترتيبه، ثم عادت المعاملة إلى رئاسة الجامعة للتدقيق مرة ثانية. بعد راح تدقق لجنة الترقيات المركزية، تحيلها إلى الكلية، مجلس الكلية يرفع إلى السيد رئيس الجامعة، السيد رئيس الجامعة يحولها إلى لجنة الترقيات المركزية للاجتماع مرة ثانية وتدقيقها بصيغة نهائية، ومن ثم المصادقة على محضر لجنة الترقيات المركزية لهذه المعاملات. بعد ما تحصل المصادقة راح تعرض على مجلس الجامعة في أي جلسة معقدة ويتم التصويت على المعاملة. بعد ما يتم التصويت إذا حصلت الموافقة راح يصدر أمر الجامع للتدريسي، وبذلك تكون معاملة الأستاذية أيضا قد انتهت. بهذه الحالة شرط أساسي بالترقية الأستاذية أن يحصل التدريسي على ثلاثة بحوث بالحد الأدنى على درجة أصيل بالأغلبية. نقصد بالأغلبية إذا كان ثلاث خبراء فممكن خبيرا ينطون أصيل وواحد قيم. أيضا أكون تعليمات من لجان الاعتراضية إذا تدريسي حصل على أصيل قيم، فهذه الحالة ممكن يقدم اعتراض. وأيضا بنفس الحالة من يقدم اعتراض اللجان الوزارية الموجودة حسب العضو اللجنة اللي موجودة في رئاسة الجامعة لجنة الاعتراضات منطيهم توجيهات بأنه التدريس اللي حصل على أصيل قيم راح يبعث إلى تحكيم لخبيرين. الخبيرين اللي يسلم التحكيم للبحوث اللي حصل عليها قيم، وين كان قيم؟ اثنين من العراق، عندس خبيرين داخل العراق. حصل على قيم من الخارج واحد ومن العراق، راح نرسل واحد خارجي واحد داخلي، وراح تعتمد النتيجة بالأغلبية. صاروا خمسة، إذا حصل ثلاثة أصيل واثنين قيم هذا البحث راح يروح يمشي. بالنسبة للترقيات أكو عندنا لجان اعتراضات هم راح نجيها، بس هاي بالنسبة للترقية للمرتبة الأستاذية فممكن عملنا بها هاي الحالة لحالات كثيرة صارت ونفس الطريقة عملناها. الترقية العلمية أكيد بها تاريخ لمنح الترقية، فإذا المعاملة استكملت كاملة وما بها بحوث تعزيزية يعتبر من تاريخ تقديم الطلب استحقاق الترقية العلمية. وخذ قدم إذا كان بالمدة الأصغرية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد بعثة 4534 في 31/5/2018. المدة لا تحتسب في الترقية. لاحظوا هاي المدد ما راح تحسب بالترقية وهي راح تأثر على التدريسي. الإجازة بدون راتب حسب كتاب دائرة البحث والتطوير بالعدد 4/1044 في 12/2/2020 إجازة الأمومة حسب كتاب دائرة أيضا عدم احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض الترقية العلمية حسب الكتاب الدائرة القانوني والإداري عدم استفادة الطلبة المبتعثين خارج العراق من سنوات الدراسة في الترقيات العلمية، ولا يطبق هذا الحكم على الحالات اللي وجد 7/4/2019. الكتاب كان قبل ممكن تحتسبون طالب البعثات ممكن نستفيد من المدة اللي قضاها، بس بعدين أجا كتاب ألغى الكتاب حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد بعثة 4/3238 في 7/4/2019، والكتاب ذي العدد بعثة 4/6317 في 2/7/2019. وأيضا أكد عليها القدم في بعض الأحيان التدريس يسألها القدم آخر سنة قدم، هل هذا القدم يفيد للترقية اللي بعده يترقى؟ إذا كان يترقى مثلا إلى أستاذ مساعد هل ممكن يترقى بسنتين يعني يأخذ الأصغرية ويأخذ القدم؟ لا، الترقية لازم أن يكون قد مارس التدريس فعليا مدة لا تقل عن 3 سنوات مارس التدريس بعد حصوله على آخر لقب وليس قدم. هاي هم أحب نوه عليها. وبالنسبة للطلبة المبتعثين العايدين نفس الشيء، الطالب المبتعث والعايد من خارج العراق وعنده قدم هذا القدم يحسب كقدم وظيفي وليس قدم علمي حسب المادة. لحالة الخبراء أستاذ مساعد أكيد ذكرت هاي ما تحتاج، الخبراء راح يحالة مثل الخبراء 30 يوم بعد ما تصل المعاملة، لا مانع من إرسال البحوث المقدمة للترقية إلى أحد أعضاء لجنة المناقشة لصاحب الترقية حسب كتاب دائرة البحث. لا يجوز أن يكون من بين الخبراء أحد المشاركين معه في بحوث الترقية الحالية، أكيد ما راح ندزه دائما، ولهذا نسأل التدريسي دائما بالترقية العلمية المشرف منه راح يكون، ما راح ندز للمشرف ولا راح ندز للمشاركين معانا. فندقق البحوث لحالة الخبراء لمرتبة الأستاذية نفس الحالة راح تكون، يعني إذا وجدت لجنة ترقيات معامل استوفي للشروط تحيل البحوث المؤلفات إلى الخبراء، ثلاث خبراء اثنين داخل واحد خارج. لا يجوز أن يكون من بين الخبراء من أشرف على صاحب الترقية. نسأل دائما التدريسي اللي يجي أو نشيك تروحته
المشرف منه ما ممكن ننزل التقييم للمشرف لا مانع من إرسال البحوث المقدمة إلى أحد أعضاء لجنة المناقشة. ممكن المناقش للتدريس اللي دا يترقى ننزله ما راح يأثر عليه حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي الحدد باتا 4534 في 31/5/2020 لا يجوز أن يكون ما بين الخبراء أحد المشاركين مع بحوث الترقية الحالية وهي معروفة عند الزق. ضرورة استكمال إجابة الخبراء يعني في بعض الأحيان تدريس يحصل اثنين أصيل وينتظر يقول ليش ننتظر الثالث إيش من يجي ماشي الترقية لا انتظر الحالة إلى أن تكمل التقييمات لكافة الخبراء لأنه التدريسي من يقدم بحوث ننتظر التقييمات وما يكتبه التدريسي ظهرت حالات كثيرة للبحوث مستلة أكثر من 60% و70% فالتدريسي من يكتب على بحث مستل راح ندقق البحث يبعث لنا نسخة أصلية من البحث المستل منه تجري الإجراءات القانونية بحقه. البحوث التي تقيم والبحوث التي لا تخضع للتقييم أكيد البحوث اللي تقيم هي البحوث اللي راح تكون البحوث العالمية ليس بحوث سكوبس أو موجودة بالمستوعبات والبحوث المحلية. إذا كان البحث غير مفهرس يعتبر مجلة عالمية يخضع للتقييم. إذا كان مقبول للنشر في مجلات خرجت من سكوبس ضمن فترة تواجد المجلة في المستوعب فيعتبر بحث عالمي ويرسل للتقييم وهذا هو الكتاب الأخير اللي وصلنا واللي دا يصير بإشكال للتدريسي تدريسي نشر بحث سكوبس مقبول للنشر من البحث يروح للمجلة ينشر بعد قبول النشر المجلة خرجت الوزارة تقول لا تعتبرون هذا البحث اللي كان مقبول للنشر وخرجت المجلة قبل النشر بالمجلة بحث عالمي يخضع للتقييم وهي يعني أرجو من السادة التأكيد عليها لأنه دا يصير بها ضياع لحق التدريسي دا ننشر بمجلات كيو 3 و 4 وهي مجلات تجارية هاي المجلات هم الوحيد هو الربح دا تنشر أعداد كبيرة من البحوث في أعداد كثيرة الغرض منه هو الربح أكيد من تنشر أعداد كبيرة من البحوث راح تكون الرسالة العلمية ضعيفة فتقييمه بموقع سكوبس والاستشهاد به راح يكون ضعيف فهاي المجلات راح تخرج حتميا فهاي المجلات تضطر تأخذ 1000-1500 بحث في عدد واحد وراح تطلع الربح الكافي منه على حساب التدريسي أيضا المواقع الوهمية اللي ينشر بها التدريسي وكرر وأحذر من الوسطاء بالنشر وضروري التدريسي إذا ما يجد النشر لا ينشر كثير حالات تصير التدريسي خلي ينشر محلي ويضمن الترقية العلمية ببحوث محلية أسلم مما ينشر وما يعرف المجلة إيش راح يصير بيها هل هي داخل سكوبس اللي خرجت ومن مبالغ ضخمة تدفع التقييم المطلوب التقييمات المطلوبة أكيد المرتبة المدرس والأستاذ مساعد قيم بالأغلبية للبحوث الأستاذية أصيل بالأغلبية أن الترقية العلمية من سوى الترقيات أصحاب المناصب الإدارية أصحاب المناصب تضاف للجداول فراح يضيفون 3% من النقاط لمساعدي رؤساء الجامعات أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية وهم بدرجتين 5% من مجموع النقاط لجدول 1 و2 اللي هي جدول من مجموعها تكون 80 90 أو 70 بالنسبة للأمداء ومعاونيهم ورؤساء المجالس العلمية في الاختصاصات الطبية ومدراء الأقسام وأعضاء اللجان الوزارية 10% يركزون على رؤساء الأقسام العلمية والفروع العلمية ومديروا الأقسام في دوائر الدولة بالنسبة للمضافة من مجموع جدول 1 و2 ايش تقصد بجدولين 1 و2 جدول 1 اللي هو جدول البحوث اللي تدريسي قد يكون بيه يحتاج لجدول البحوث 46 نقطة هو ما جمع 46 جمع 42 أو 43 ايش راح يكمل نجي نجمع جدول رقم 1 بنقصه وجدول رقم 2 اللي كمله بالنشاطات إذا كان مثلا خلينا نقول ما 80% 75% وعنده هو رئيس قسم الرئيس قسم 10% من المجموع 5% في 7.5 7.5 نضيفها للكل فمن يصير المجموع الكلي 80 ترقية أهله ممكن نرفع المعاملة حتى لو عنده نقص بالبحوث تحسب النسبة المضافة من مجموع الجدولين حسب كتابة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4 على 10514 في 3/11/2019 الترقيات أيضا بها شروط رؤساء الجامعات ومساعديهم وأعضاء الكليات الذين تم تكليفهم وكالة هذول ممكن يترقون من الجامعة الاعتيادية بس الأصالة ترسل للوزارة يتم ترويج معاملات الترقية لجميع المراتب العلمية المساعدين العلمية والإدارية والمستشار العمدة وكذلك الرؤساء الأقسام المعنيين بأمر وزاري في الجامعات والكليات الأهلية من قبل اللجنة الوزارية الأمر الوزاري يختلف عن الأمر التكليف في بعض الأحيان السيد رئيس الجامعة يكلف عميد وكالة لحين تعيين عميد هذا في الحالة العميد المكلف من يقدم ترقية فممكن يقدمها لجنة الترقيات المركزية بالجامعة أما إذا صدر أمر وزاري من الوزارة تكليف أحد التدريسين فهذا لابد أن نرسم معاملته للوزارة بالترقية العلمية حسب كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4 على 10056 في 7/2/2018
ترقية العاملين في مراكز البحوث والوحدات البحثية، تنص المادة 27 بأن مراكز بحثية التدريس كيف يترقى بها؟ يعامل أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مراكز البحوث العلمية والمرتبطة بالجامعات والوحدات البحثية فئة التعليم مستحقي الترقيات العلمية ومعامل التدريس من حيث المدة نفس المدة راح نعامله على أن يكون قد مارس التدريس خلال مدة لا تقل عن سنة، تعين مركز بحثي عنده تدريس مدة لا تقل عن سنة درس بغير مكان وبما لا يقل عن 6 ساعات أسبوعيا وأن يقدم بحث إضافيا. إذا كانت الترقية تطلب 3 بحوث للأستاذ مساعد فيفترض 5 يقدمها على ما هو مطلوب من أقرانهم لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية. مثل ما نعرف المراكز البحثية هي مختصة بالبحوث، فهو ممكن تدريسي يعين في مركز بحثي وهو ما عنده بحوث ولا ينجز بحوث، فما هو دور التدريس إذا كان في مركز بحثي بدون بحوث؟ بإمكان طالب الترقية نجي طالب الترقية أن يتفرغ جزئيا، دائما التفرغ الجزئي هو داخل العراق. ممكن طالب الترقية يروج معاملته حسب كتاب دائرة البحث ذي العدد باتا 4/2435 في 18/3/2019. الطالب اللي يدرس خارج العراق التفرغ التام أيضا الإبقاء على عدم ترويج معاملة ترقيته حسب كتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتا 4/2435 في 18/3/2019. نص المادة 22 يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية اللي كانوا برا خارج العراق ورجعوا بألقاب علمية، يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط عليها دون شرط التدريس. هذول اللي كانوا بغير وزارات وراح نجي للخارج العراق. حسب المادة يحت حامل اللقب العلمي من حمل شهادة الدكتوراه أو ما يعادله والعاملون في الجامعات والمؤسسات الرصينة خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية. تدريس راجع من الله عنده لقب علمي مترقبي يجي من الأوليات ويجيب البحوث، تشكل لجنة علمية ينظرون بالترقية العلمية يقروها ويبقى التدريس على لقبه العلمي اللي كان به. هذا الكتاب دائرة البحث والتطوير العدد باتا 4/298 في 14/1/2020 واللي يوضح الآتي: أجازة المادة 29 من قانون الوزارة تعيين حامل شهادة الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة أستاذ مساعد في إحدى الحالات التالية وبتوصيف مجلس الجامعة رجع من الخارج ممكن يعينوه أستاذ مساعد إذا درس التدريس مدة مماثلة في جامعات عربية أو أجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. إذا كان قد مارس اختصاصي مدة مماثلة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها علميا وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. لاحظوا دائما ركز على البحوث، اللي ما عنده بحوث لقب ما راح ياخذه إذا كان من أصحاب المواهب العلمية النافذة. هاي الشروط الثلاثة ممكن اللقب يحتفظ به. بين كتاب دائرة البحث والتطوير ذي العدد باتا 4/1417 في 24/2/2019 الموقف من ترقية التدريس المحال على التقاعد. المحالين على التقاعد كثار، تدريسي قدم معاملة ترقية ونحي التقاعد، المعاملة ما اكتملت. إذا المعاملة اكتملت بدون ما نطالبه بترقية علمية ببحوث تعزيزية ومستكملة للشروط فيمنح اللقب. إذا تريسي راحت البحوث ورجعت وطالبوا بحوث تعزيزية وهو أحيل على التقاعد فالمعاملة راح تقف لأنه لا يمكن للتدريسي أن يستمر بتقديم طلب لأنه أصلاً هو محال وخارج الدائرة. ومدة الخدمة اللاحقة عند إكمال الموظف السن القانوني إلى التقاعد لا تعد خدمة وظيفية ولا تكسب صاحبها أي حقوق لكونه يعد محالاً للتقاعد بحكم القانون وعليه لا يحق له تقديم بحوث تعزيزية عند الحاجة إليها، هذا حسب رأي الدائرة القانونية بالوزارة. التفرغ العلمي تدريسي ياخذ تفرغ علمي خارج العراق. تعليمات التفرغ 162 سنة 2009 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية اللي تبين ما يلي: اعتماد بحث التدريسي المفرغ علميا لأغراض الترقية العلمية. التدريسي اللي يفرغ ينشر بحوث ممكن نعتمدها لأغراض الترقية حسب المادة 11 من تعليمات التفرغ العلمي. حصلت موافقة معالي وزير التعليم على استثناء التخصصات الإنسانية. يعني هاي راح أوضحها بشكل بسيط. التدريس اللي يتفرغ خارج العراق مطلوب منه بحوث للنشر. البحوث قد تكون بالتخصص العلمي والإنساني. العلمي مطلوب منه ينشر بحثه في مستعارات عالمية شرط أساسي. الإنساني لعدم وجود المجلات المستعارات العالمية سكوبس، فالوزارة قللت الشروط، طلبت من التدريسي اللي متفرغ تفرغ علمي خارج العراق بتخصص إنساني أن ينشر بحوث في مجلات رصينة داخل العراق أو خارجه. ما شرط أن تكون سكوبس حسب كتاب دائرة البحث والتطوير باتا 4/6768 في 15/7/2019. الثانية ثالثا نص الإعمام الصادم الجهاز لعدد باتا كأدال 1372 في 4/3/2012 لعدم وجود قانون يمنع احتساب فترة التفرغ العلمي لأغراض الترقية العلمية إذا تم تقييم البحث على وفق ما تم أنجزه خلال المدة. يعني ممكن تعتبر فترة التفرغ العلمي إذا تم تقييمه خلال تلك الفترة. العقوبات أيضا شو من ضمن الترقيات؟ أي عقوبات؟
تتعلق بالبحوث وسرقة البحوث راح تشكل لجان تحقيقية تسحب الترقية ويعاقب التدريس عقوبة انضباطية. الترقيات العلمية ما تتأثر بالعقوبات الإدارية، فإذا أي عقوبة للتدريس إدارية ما راح تأثر على تقييم العلم، وهذا هو حسب كتاب الوزارة ذي العدد باتا 4/3534 في 31/5/2018. يعني ميزت الوزارة بين العقوبة الإدارية والعلمية. العلمية لا ممكن تسحب لقب إذا كان كباحث مستل أو مسروق أو بنسبة عالية. سرقة البحوث العلمية هاي معروفة وكان تمشي سابقا، لحد الآن توقف تقريبا هاي أغلبها، كان يحال المحاكم يسحب منه اللقب يحول إلى غير قاعدة. فهاي الشروط اللي كانت موجودة بال14 الحد من ظاهرة السرقات وإنهائها، تطبيق التشريعات الخاصة بحماية القانون اعتبار قدم جريمة السرقة أو مضى زمن بعيد عنها لا يؤثر متاتا بالعقوبة. القدم مالتها ما راح يؤثر، مهما صارت السرقة قديمة راح تبقى سرقة وما راح مرور الزمن تتقاضى وتنتهي، ولا تعتبر مكانة السارق الوظيفية كظرف مخفف متاتا. رئيس جامعة عميد أو غيره حصلت بسرقة علمية ما راح يأثر له وراح يفيده. إلغاء الترقية العلمية لعضو الهيئة التدريسية وتحمل كافة التبعات المالية المترتبة عن ترقيته السابقة غير المستحقة عند ثبوت سرقته لأي من البحوث التي استفاد منها في ترقيته. وحالات كثيرة صارت تدريس يترقى وبعد فترة أحد التدريسين في جامعات أخرى قدم طلب بأن هذه البحوث مسروقة من أطاريخ غيره، شكلت لجان وتم التحقق وأيضا سحبت ألقاب علمية وسحبت منه مستحقات مالية، فهاي موجودة بالتعليمات وممكن تحقق من قبل لجان. تخضع شروط الترقيات الفنية وإجراءاته أدنى أكاديمية الفنون الجميلة، كليات الفنون الجميلة ترقيات بقت مستمرة، اللي هو الرسم الموسيقى الفنون الأخرى اللي ما ممكن تكون ورقية، هاي ترقيات بقت على تعليمات الترقيات السابقة اللي هي في أكاديمية الإحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحرق من 340 لسنة 1981. تبقى الترقيات على التعليمات القديمة اللي هي بحوث ما بها استمارات لنشاطات وغيرها. هنا عندنا المبالغ الخبراء، هاي راح نشرحها بشكل مبسط. الخبراء راح يصرف من مبالغ، وعندنا ايضا حصلت موافقه من رئاسه الجامعه سابقا على ان ناخذ مبالغ من التدريسين كسلف على ان تعاد لهم بعد استكمال الترقيه وبأوامر اداريه لتسهيل المعامله. مثل ما تعرفون حضراتكم بانه الترقيات العلميه تحتاج مبالغ مكافآت الخبراء داخل وخارج العراق، ولصعوبه استمرار الترقيات العلميه بتقييم البحوث خارج وداخل العراق لكثره التقييمات، فتم اتخاذ قرار داخل الجامعة وأتوقع غير جامعات تعمل به بأخذ سلفة من التدريسي. هاي السلفة تسجل كمبلغ للترقية العلمية، نحسب المبالغ للخبير الداخلي والخارجي، تسحب كسلفة، تكمل معاملة الترقية، ترسل البحوث المبالغ للخبراء، تستلم وصولات من الخبراء، ترسل معاملة الترقية للكليات، تصرف المبالغ من قبل صندوق الكليات بأوامر إدارية خاصة، والتدريس راح يستعيد مبالغه. بهالحالة راح نحقق سرعة بالإنجاز، وايضا ما راح يكون عندنا تاخر نتيجه اعتذار تدريسين عن التقييم بحجج او اخرى لكون المبالغ الماليه متصدره. هاي راح تكون بالنسبه لوزاره التربيه، ايضا اكو مبالغ ماليه. الوزاره اكدت كتابا مرقم ذي العدد باتا 4/10065/7/2018 معامله التربيه لوزاره التربيه اللي بيها مبالغ ماليه لخبراء راحت، ما راح يصدر الامر الاداري الجامعي بالترقيه العلميه اذا ما راح يتصلون بالطالب الترقيه العلميه، يسجل مبالغ يصدر الجامعة ترسل المعامل للوزارة ويكتب بالمعاملة علما بأنه سدد مبالغ الخبراء، في هالحالة المعاملة راح تكون مستكملة. التسري أحكام الترقيات المنصوصة عليها هذه على أعضاء هيئة التدريس في المجلس العراقي للاختصاصات المجموعة الترقيات والجامعة التكنولوجية. الجامعة التكنولوجية عندهم حالة خاصة، القسم هو كلية، يحل القسم محل الكلية ومجلس القسم محل مجلس الكلية ورئيس القسم محل العميد ورؤساء الفروع العلمية محل رؤساء الأقسام العلمية لأغراض قطاع التعليمات. مرات بنقول مدير قسم هو يطلع عميد كلية لأنه الجامعة التكنولوجية يختلف بها الألقاب العلمية. ترقية الألقاب العلمية للعاملين خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإمكان ترويج معاملات ترقية العاملين في الوزارات الأخرى غير مؤسسات التعليم العالي حسب ذلك عن طريق، ممكن نروج لوزارة التربية، وزارة الأوقاف، كلية الشرطة، هذول الكليات ممكن بنفس الطريقة للتعليمات حيث يتم تحويل المعاملة من قبل وزارة التعليم إلى إحدى الجامعات التابعة لها لترويجها، وهذا ما بنعمل به وزارة التربية. تحال معاملات التدريسين المعنيين بالجامعات الأهلية، عندنا الجامعات الأهلية لا راح يكون بها، تجينا المعاملة من الجامعة الأهلية الجامعة التوأم مع الجامعة الكلية مع الجامعة الأصلية أو الكلية مع الكلية الأصلية إلى أقرب جامعة حكومية لغرض ترويجها حسب دائرة التعليم الجامعي الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في حالة الأوامر بعد ما يصدر الأمر الجامعي في جامعة معينة حكومية، نحيل الأمر الجامعي الصادر من الجامعات
حكومية بشأن وإلى المؤسسة الأهلية التي تقوم بدورها في حالتها لدى تعليم الجامع الأهلي في أرض عرضها على مجلس التعليم حسب كتاب وزارة التعليم. يحق لأطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس والتدريب في كليات ومراكز الحصول على اللقب العلمي أسوة بأطباء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هاي موجودة. وأكد بأنه التعليم الأهلي إذا التدريس مكان معين على ملاك التعليم الأهلي فما راح يحق له يقدم ترقية، لأنه عقد ما ممكن أن يقدم ترقية إذا كان هو متعاقد مع تلك الجامعة أو الكلية الأهلية. سريان التعليمات مثل ما تعرفون حضراتكم التعليمات شرعت 27/11/2017 وأقرت حسب الوقاية العراقية بعد 60 يوم من صدورها، فأصبحت نافذة 27/1/2018. وذكرنا بها من حق التدريسي اللي كان عنده بحوث سكوبس قبل هاي التعليمات وضربت البحوث يغيب يقدم على التعليمات الجديدة، فبالإمكان شرط أن تكون البحوث مو محلية مضروبة. هذا هو خلاصة الموجودة بها. نجد الجداول الموجودة اللي حضراتكم تستفيدون منها بالنسبة للتخصصات العلمية. التخصصات العلمية مثل ما ذكرنا بها ثلاث حالات: مجلات سكوبس، مجلات عالمية، مجلات عراقية. وبها مشاركين، المشاركين الوزارة حددتهم لا يزيد عن ثلاثة. فخلينا نجي للتصنيف. إذا كانت المجلة سكوبس أو إمباكت، للمدرس المنفرد 30 نقطة. للأستاذ المساعد 20، للأستاذ 20، فلاحظوا 30 20 20 إذا كان منفرد أو أول. المنفرد والأول نفس الشيء. المنفرد والأول يأخذ نفس النقاط، الثاني راح يأخذ 80% من 30 نقطة 24. نفس الشيء راح تكون هنا، لاحظوا 30 24 ال 20 نقطة ايش قد راح يكون؟ 8 راح يكون 16. ونجي نجمع النقاط، وبالنسبة للثالث راح يأخذ 70% 21 نقطة بالنسبة للمدرس، 14 بالنسبة للأستاذ مساعد، 14 بالنسبة للأستاذ. فلاحظوا الأستاذ مساعد والأستاذ نفس النقاط بالنسبة للسكوبس. المجلات العالمية تختلف، المنفرد 20، الأول 20، الثاني 16، الثالث 14، هاي للمدرس. مجلات عالمية دائما 5 تنقص، 20 15 10، الأستاذ مساعد 15، منفرد أول 12 10 ونص، ثاني ثالث. وراح تكون للأستاذ لا 10 8 7. لاحظوا بأنه النقاط تقل بالنسبة للأستاذية أكثر شيء. نجي للمجلات العراقية، وهذا هو نقطة الضعف بالجدول اللي موجود أمامكم. يعني مجلة عربية أو عراقية مطبوعة نعطيها 5 لكون حتى نوصل مجلاتنا إلى المجلات العالمية، هو هذا نتوقع فيه خلل كبير ويحتاج لمعالجة. يعني تدريسي من غير يقدم ترقية علمية إلى مرتبة الأستاذية ببحوث محلية يحتاج 12 بحث إما منفرد أو أول، وهاي من الصعوبة جدا 4 سنوات أو 5 يحققها. فراح ياخذ المجلات العربية 5، المجلات العراقية 5 إذا كان أول أو تسرسل واحد، راح يأخذ 4 نقاط إذا كان ثاني، وإذا 3 راح يأخذ 3.5 نقاط، إذا 3.5 يحتاج له يعني بال 13 بحث حتى يترقى. راح يجمع للتدريسي نقاط مطلوبة للتدريسي حتى يترقى. يقدم بحوث، أنا ما أعرف إيش قد راح يقدم، بس لازم يحقق لي الشروط السابقة. إذا قدم كله سكوبس لا وأول ويريد يترقى إلى مرتبة مدرس يحتاج له 46 نقطة، فيقدم لي واحد منفرد والثاني مشترك، ممكن 2 سكوبس يجمع لي 46 نقطة ممكن. الأستاذ المساعد 52 نقطة يحتاج منها جداول، هو يرتبها يجيب لي عالمي محلي، بس لازم يحقق لي المفرد. إذا لغى السكوبس يحقق لي المفرد بالعالمي أو العربي، لازم يجيب مفرد 52 نقطة. الأستاذية 59 نقطة يجيب لي نقاط 59 نقطة، قد يجيب لي 3 سكوبس 20 20 20 أول أو منفردها ممكن، بس يحقق لي شروط السكوبس: مجلة رصينة منشورة تسلسل أول أو مفرد ومنشورة بمجلات يعني تخصصية. الإنسانية هاي العلمية، الإنسانية عندهم جدول خاص بهم، ودائما الإنسانية صعب النشر بالمجلات المستوعبات، فحددوها إما عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية. نجي للمدرس 20 نقطة المنفرد، لاحظوا 20 منفرد، هذا إذا كان وحده. إذا 2 مشتركين كل واحد يأخذ 15 أول وثاني، إذا 3 مشتركين كل واحد يأخذ 10 حتى نفسرها بشكل صحيح. 3 مشتركين الأول والثاني والثالث 10، 2 مشتركين 15 أول ثاني ما لنا علاقة به، مفرد 20، أستاذ مساعد أمدد في 5 15، مفرد مشترك أخذ 2 مع 10، ثالث أخذ 5، أستاذية 15 10 10. لاحظوا بالنسبة للمحلية بالمحلي، يعني اللي يريد ينشر محلي بالإنساني أفضل له، لأنه 15 نقطات عادل 3 بحوث بالعالمي بالعلمي. 15 يجيب لي 4 بحوث 15 أول يترقى بيه بالأستاذية إذا كانت رصينة وراحت خبراء ورجعت أصلي.
إذا جاب اثنين لا راح تختلف الوضعية هنا إذا كان مشترك، فراح تكون العملية على شكل هاي الجدول موجود. بالنسبة لجدول الآخر هو جدول النشاطات اللي يطلبوا منه أيضا يحقق نسب معينة، وذكرناها الكتاب المؤلف أو المترجم إذا كان مفرد بصفحات 100 صفحة 10 نقاط، من 100 إلى 200 صفحة 15، من 200 إلى 300 20، من 300 فما فوق 25 نقطة. هذا إذا كان مفرد. إذا مشترك مع مؤلف واحد يعني اثنين صاروا أقل من 100 صفحة يصير 10، 100 إلى 200 15، 200 إلى 300 20، 300 فما فوق 25. وأيضا إذا مشترك مع مؤلفين هاي نقاطه، وشرط أساسي أن يكون كتاب مؤلف أو مترجم باستثناء صفحات، لاحظوا الاستثناء، الفهرس، الفواصل، العناوين، وعلى أن يكون حاصل على الـ ISBN. وأكد على ISBN، وأرجو من تدريسين أن ما ينشرون بحث إذا ما يخضع لشروط البحث، وكعدنا لجنة تأليف وترجمة وتعضيد، ضروري البحوث تمر عن طريقة حتى يكسب النشر مقابل ثمن، وأيضا يكسب الكتاب للترقية العلمية. مسجل في خطة القسم العلمية ومثبت في قواعد البيانات، يعني هذه الخطة العلمية هي قواعد البيانات. بحث منشور مؤتمر علمي أكيد ذكرنا 5 نقاط داخل 10 نقاط خارج، ويعامل معاملة البحث في الجدول رقم 1 من حيث 178. دراسة علمية تعالج مشكلة ذكرناها 15 بالتخصص 10 خارج التخصص، وشرط أساسي تكون مقدم إلى جهة ومصادف عليها ومعالج مشكلة واقعية في المجتمع. مقال مراجعة subject review اللي ذكرناه ما يصير بالجدول رقم 1، 5 نقاط، 2 ممكن يقدم فصل 10. براءة الاختراع مثل ما ذكرنا إما دولية 25 أو محلية 10، مصادق من الجهة الرسمية، أو سمة علوية راح تكون وسام دولي إما 10 أو محلي 5 لجميع الأوسمة الحاصلة عليها. يعني هذا الجدول يحددهم 2 بهذا الرقم، 25 ب10 2 ممكن. تقييم البحوث العلمية، لاحظوا داخل العراق هنا حدد لكل مربع خانة مالته، يعني الخمسة ممكن يأخذ 5 والستة يأخذ 6 فيصيروا 11، هنا لا حدد 10. خارج العراق نقطتين عن كل بحث، هذا المراجعة كتاب 6 نقاط لا تزيد، وخمسة بالنسبة للمحل يصير 11. معدل تقييم الأداء مثل ما ذكرت 8-10، يعتمد جيد جيد جدا امتياز. المشاركة باللجان الامتحانية 10 نقاط نقطتين عن كل لجنة. المشاركة في دورات تدريبية تعليم مستمر أيضا نقطتين لا تزيد عن حتى. العمل من المستشفيات ذكرناه 15 لدى الطبي. رئيس أو مدير هيئة التحرير 10 نقاط، عضو هيئة التحرير 5، مسؤول وحدة إدارية 3. المشاركة في استحداث الأقسام العلمية 10، المشاركة في الإشراف التربوي 10، المشاركة في الإشراف على رسائل الدكتورة خارج 5، إذا كان 2 10، دكتورة 5 10، إذا كان 2 راح يصير 20. المشاركة في النشاطات اللاصفية، الإشراف على ابتكار تصنيع، هاي راح تكون نقطتين والمعدل لا يزيد عن 10 نقاط، يعني 5 نشاطات. كعضو في لجنة تحضيرية أو لاستقبال، هاي إذا كان مؤتمر نقطتين عن كل لجنة 10 نقاط راح يكون 5. الإشراف على الأقسام الداخلية ممكن يكون إشرافين خلال 10 نقاط. المشاركة لجان الوزارية 5 نقاط لكل لجنة 10 نقاط. تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات، مشاركة واحدة 5، مشاركتين أو أكثر 10 على 10 نقاط. الحصول إيج إندكس راح يكون نقطة على كل واحد ولا يزيد عن 30 نقطة. الحد الأدنى للنقاط المدرس حتى يجمع بهذا الجدول 24 نقطة، الأستاذ المساعد 28، الأستاذية 31. أكو استمارة أيضا وعدة من قبل الجامعة حتى أبو الترقية العلمية من يقدم، أكو بيشوط لازم يقدم. طلب الترقية لازم يكون موجود. الاستمارة رقم 1 معلومات تكون موجودة، أوامر وزارية وجامعية أيضا تكون موجودة من ضمن المتطلبات، جوجل سكولر بحث العلمي موجود، تقييم الأداء راح يكون عن طريق القسم المحلي، دور السلامة اللغة العربية أيضا راح تكون موجودة، طرائق تدريس موجودة للمدرس مساعد اللي يترقى إلى مدرس، خضوع الكتاب لتعليمات التأليف إذا كان مؤلف كتاب، تعهد عدم الاستلام من قبل الشعبة القانونية مصادف عليه. طالب الدكتوراه اللي يكمل راح يكتب تعهد بعدم الاستلال، هذا حصري مصادق من الشعب القانوني. الاستمارة احتساب نقاط البحوث أيضا راح تكون عندنا هاي الجدول البحوث الموجودة، هل البحث يعني كم نقطة راح يكون، لجنة الكلية راح تأيد واللجنة المركزية راح تأيد، استمارة التسجيل بحضر مكتب القسم مع محضر إذا موجودة راح نكتب نعم، إذا ما موجود نكتب كلا ونحيدها للكلية. استلال الورقة زائد المحاضر راح تتلقط بنعم أو كلا، إذا كانت كلا مستوفية هاي الاستمارة. وضمن الفايل الآخر اللي هو فايل رقم 3 استمارة النشاطات وخدمة المجتمع، والفايل الآخر بحوث الترقية السابقة اللي ما ذكرتها، أساسي من شروط الترقية أن يقدم تدريسي بحوث الترقية السابقة كاملة منشورة، فإذا كان أي بحث من البحوث السابقة ما منشورة أو به خلل راح تعاد المعاملة لكون الترقية مو مستوفية حسب تعليمات الترقيات 167 سنة 2017. وأكد على النشر
بحوث التنقية السابقة والتأكد منها. الفايل الآخر هو رسائل التاريخ والتي أشرف عليها راح تكون. هذا الاستمارات راح تختم من قبل لجنة الكلية، وهنا من راح ندققها، تكون المدقق برئاسة الجامعة راح يكتب ويوقع، تنتهي المعاملة نعيد الكلية. شكرا لإسرائيل، وأتمنى ما أطلت عليكم وأثقلت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور احمد، بارك الله بك على هذا الحضور الرائع. بارك الله فيك دكتور احمد على هذه المعلومات القيمه، بارك الله فيك، بارك الله بجهودك دكتور، محاضره رائعه قمه الروعه دكتور، بارك الله فيك. اتمنى المشكله بسيطه ان شاء الله، واتمنى اعزائي المشتركين الكرام اذا كان لديكم اي سؤال الرجاء كتابه اسئلتكم في الدردشه. عفوا دكتور. نعم الدردشة التعليقات يعني. الفاتحة الدردشة يعني، لكن يعني الكثير منهم يبارك دكتور على جهوده. أيضا ممكن المحاضرة راح تعلن عن التحليات العلمية دكتور، وممكن أي تدريس يحتاج قرص التعليمات كاملة، وعندنا أيضا كتب الوزارة كاملة، التدريس راح يكون عالية سهلة، يعرف كتاب الوزارة ويعرف التعليمات، فما راح تكون صعوبة عليه جدا سهلة. وأي استفسار لأي تدريس عندنا ممكن يراجع رئاسة الجامعة أو ترقيات الجامعة، وإن شاء الله ما نخلي قصور. دكتور أحمد. نعم. تسمعني؟ دكتور هناك سؤال يعني عذرا على كثر الأسئلة، لكن سأقرأ بعض منها. رئيس مستوفي لنقاط جدول 2 لكن حاصل على 50 نقطة بجدول 1، ترقية أستاذ مساعد. ترقية أستاذ مساعد محتاج يجمع التدريسي 80 نقطة، وحاصل على 50 نقطة بجدول رقم 1، نظر إلى ممكن بس معلومات 50 بجدول 2 ثواني دكتور سأعود إلى السؤال. يعني عذرا هناك كثير من الأسئلة. دكتور رئيس قسم مستوفي لنقاط جدول 2 لكن حاصل على 50 نقطة بجدول 1، نعم ترقية أستاذ مساعد، هل تمشي الترقية؟ دكتور شرط أساسي، شرط أساسي أن يكون قد مضى نصف المدة الأسرية للترقية. أستاذ مساعد بقى يعني عنده سنة ونصف الحد الأدنى خدمة رئاسة قسم بأمر صادر، يعني خاف يعملوا له تكليف من الكلية غير شكل، أمر هذا بأمر جامعي، أمر جامعي صادر ممكن يستفيد منه إذا عنده سنة ونصف، يعني راح ياخذ 10%، هي نقطة راح تكون له. الفرق بينه وبين المستوفي للنقاط الجدول الواحد هي نقطة 2.5. دكتور هناك سؤال آخر يقول فقط توضيح اللجنة الامتحانية، هل كل سنة عمل لجنة امتحانية تعتبر نقطتان؟ والله أستاذ أحمد بالنسبة للسائل الكريم، يعني أنا أفضل الجامعات اللي تعمل لجان امتحانية، بس هاي اللجان ما راح تتغير مثل ما تعرف القرارات تجينا 3 و4، وهسه من صار الضغط على اللجان الامتحانية ممكن سنويا تعاد بنفس الاشخاص او يغيرون، بس هي لازم اكو لجنه دائما، اللجان العلميه حسب ما اعرف هاي بالجامعه سنويا يصدر اللجان، فاذا بقت اللجنه الامتحانيه نفسها على كل سنه راح ياخذ نقطتين، وقد تتغير بالكورسات، الكورس الاول غير الكورس الثاني، هم ياخذ نقاط بالكورس الاول والثاني، فتصير سنويا، بس الكليات يعني يحتاج لهم خبره، يعني الاداره تحتاج خبره حتى تكسب نقاط. أنا المفروض أصدر كل سنة لجنة امتحانية، أغير اللجنة أو أبقيها، إذا بقيت اللجنة كل سنة راح ياخذ نقطتين، إذا غيرتها التدريس اللي تغير اللي جاب مدار راح ياخذ النقطتين لسنة واحدة. بس أتمنى يحطون بها العام الدراسي، يعني العام الدراسي 18-19، 19-20، 20-21، لا يخلوها مفتوحة. فممكن اللجنة سنويا تصير، بس تكون ضمن الشروط
أن ما تكون لجان وضع الأسئلة مع الدراسات العليا أو طلبة الدكتوراه أو تصليح دفاتر الدكتوراه، هي ما تعتبر. نعم أستاذ محمد. أسمعك أسمعك دكتور. الآن أبحث عن يعني أسئلة، كثير من الأسئلة، لكن أحاول يعني. أستاذ محمد، أذكر المستمعين بأنه بكرة إن شاء الله عندنا محاضرة جدا مهمة راح يفيها الأستاذ المساعد الدكتور فدعم، هي بارك الله بك دكتور، هي نصف دكتور. بارك الله بك على هذه المعلومة تذكرة. أعزائي المشتركين الكرام، سيكون يوم غد اليوم الثاني لهذه الدورة إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء، نفس الوقت في تمام الساعة 8 مساء، يقدمها أستاذ مساء الدكتور فدعم إن شاء الله. أولا أستاذ محمد مكملي، هي محاضرة بكرة راح تكون للمجلات وكيفية تحقيقها وظهور بالمستوعب وتفريقها، اللي هي هاي النقطة المهمة جدا في الاختصاصات العلمية. بارك الله بك دكتور. ممكن إعادة للمحور يوم غد، ممكن إعادتها على المشتركين بالنسبة للمجلات. بالنسبة لبكرة راح تكون يعني المحاضرة الأخرى اللي فيها الزميل الأستاذ المساعد الدكتور فدعم، أيضا هو متخصص في تدقيق المجلات العالمية الرسمية في جامعتنا، رجل غني عن التعريف في تدقيق المجلات، راح ينطيك الخلاصة والطريقة الفلو تشارت اللي يدققون به المعاملات. فكل تدريسي يشعر بصعوبة تدقيق المجلات راح يفوت عليه بطريقة معينة، عنده الطريقة للتدقيق بحيث ما يشعر التدريس بصعوبة بتدقيق المجلات، راح يخليها ايضا في موقع الترقيات العلميه او في موقع اخر ممكن التدريس يستفيد منها. بارك الله فيك دكتور. دكتور، هناك سؤال يقول تمت الترقيه الى الاستاذيه ودفعت مبلغ الترقية على شكل سلف للمقيمين بالخارج والداخل، ولو يتم إرجاعها لي من قبل الكلية رغم الموافقة، يعني رغم الموافقة لم يتم إرجاع يعني المبلغ. أبدي معكم بالستاعش فيه اليوم من دفعت مال المستاذية، ثم تعرفوا وزارة المالية في الداعش لحد الآن ميزانية تشغيلية فقط صفر رواتب، ما أطلع أيضا هذه الحالات. فاللي صار الوزارة أشارت إلى هذه الحالات، تذكرنا طلبنا من الكليات كافة تزويدنا بأسماء التدريبين عدة فرص بهم وقوائم تزودونا بها الكلية، عرضناها للسيد رئيس الجامعة، أبدا مشكورا حول الحسابات في بيان الرأي. أول حسابات قال ممكن تصرف على شكل دفعات، حولناها للمجلس، مجلس الجامعة أيضا ناقشها، هذه راح تصرف بشكل دفعات ومن صندوق الكليات، ومثل ما تعرفون حرارات من صندوق الكليات خاوي بهذه المبالغ من 16 لحد الان ننتظر مبالغ لهذه الخبراء. بعض الكليات اللي عندها مكاتب استشاريه او عندها مدرسه مسائيه بداوا يصرفون، بس اؤكدكم بانه هذه المبالغ هي مقرة لكم. راح تعرف النقطه المهمه جدا، يعني هاي المبالغ هي اللي سمعت بتنفيذ، لانه دائما مثل ما تعرفون في التقرير الخارجي او الداخلي ممكن يماطل بالتقرير العلمي واخر التقرير العلمي، وانا لاحظت هاي من سنوات كثيره. اذا وصل المبالغ مال التقرير، الترقيه تكون خلال اسبوع، هو يقيم تقييم علمي، بس ما راح يرسلها خلال ربع اشهر، وهي حصلت. معظم خبراء الجامعات العربيه يبعثوا لي استفسار، تطلب جامعات مثلا ما حدد جامعات عراقيه مبالغ، بل كتبت تصل لنا بهم، اعطيهم بالخط الاحمر. ما راح يقيموا لهم بحوث هذول الجامعات لانه بدأوا يتقللوا من ماكو صرف مبالغ. بقيه الجامعات اللي تشكروا كالاتي: التدريس ما ياخذ منه ولا مبلغ، لا سلفه ولا غير شيء، يرسلون بحوث ترجع لهم، يكروها المعامله ويترفض. اذا الجامعه بيها مبالغ يسحبون الفلوس، اذا ما بيها مبالغ راح تترتم الفلوس على الجامعه وعلى الخبير وما يقيم. فيتجهون لغير خبير يقيم، غير خبير، غير خبير، راح الخبير يشعر بانه يعني بيشتغل. ما يصير التقييم الى ان تصل مبالغ، هذه المشكله اللي تصير. فنحن سهلنا الامر، لو لاحظتم بقيه الاساتذه الموجودين ترقيه الاستاذيه ما تزيد عن شهرين قطعي بالبعد، لانه المبالغ للقراء بسلم كامله، نفس التقييم هو اللي يصير التقييم.
بس السرعة بيها لأنه تدريس الخارج والداخل طبعا حقه يصلوا تقييم أن تقييم علمي مضبوط نفس الخبراء اللي يصلوا بقية الجامعات يعني ما أريد أجني على البقية الترقية عندنا ما تتجاوز الشهرين وأنا مستعد أوجه أي واحد بالفعلية وبنفس الشروط اللي يدرقون بها غير جامعات وبنفس الخبراء بس السرعة موجودة من عمل الدهور من خلال الكليات من خلال المركزية هاي أنا ما راح أشيد بيها بس الموجودين التدريسيين من خلال الإحصائيات الموجودة للترقيات ممكن يلاحظ أي جامعة من الجامعات الموجودة خلال شهرين الترقيات ما تقل شهرياً عن جامعة تدريس مرتبة الإستاذية لكل مجلس جامعة للترقية ما يقل عن 6 أو 7 اختصاصات علمية وإنسانية فهذا جهد كبير وهذا نتيجة تعاون الكل موجود حتى التدريس من يدفع مبلغ سلفة صح ولا يدفع بس هذا بيسهل أمر للترقية إله واعتبر اكو شيء لا استاذ محمد الترقيه العلميه ترى مو للتدريس فقط الترقيه العلميه هي للجامعه اولا ثم للكليه ثم للقسم ثم للتدريس فهذول كلهم راح يستفيدون من الترقيه في مجال فتح دراسات عليا تاهيل طلبه لانه اغلب الكليات الجامعات ترى بدات تقفل ماكو دراسات عليا لانه كادر محل على التقاعد ولو تلاحظون يعني بدون مفاخره جامعه تكليف حاليا اغلب التخصصات بتفتح بها دكتوراه بكوادر علميه مؤهله ومتخصصه هذا الجهد المبذول وهذا التعاون الكبير بين الأقسام والكليات والجامعة والترقيات والرئاسة كله بيصير في شبه وحدة ما أريد أطيل أكثر من هذا بارك الله بك دكتور إجابة كافية ووافية بارك الله بك دكتور سؤال آخر هل اللجنة الامتحانية الفرعية لها نقاط؟ دكتور اللجنة الامتحانية اللي تشكل بالأقسام لا يعملوها جوانب لجنة فرعية للمتابعة يعني يكون لجنة تشكل بالكليات لجنة مركزية نسموها لمتابعة الامتحانات هاي ما لها دور دكتور هاي تشكل فقط أثناء الامتحان بينما اللجنة الامتحانية دائمية اللي تشكل بالقسم وتكتب لجنة امتحانية هاي لها نقاط كاملة أما الفرعية فما أعرف الشخص بالفرعية هل الفرعية ضمن اللجنة الاعتيادية الامتحانية أنا أفضل اللجنة الامتحانية يخلون بها كل الفروع لا يجزئوها إلى فروع خارج اللجنة الامتحانية حتى التدريسي نضمن حقه بها حتى لجنة تدقيق الماستر لا يكتبوها يكتبونه ضمن اللجنة الامتحانية حتى يأخذ التدريسي حقه النقطتين لكل اللجنة بارك الله بك دكتور هل براءة الاختراع المستلة تأخذ نقاط؟ براءة الاختراع تعتمد على الدولة هو كل شيء واحد الكتاب المؤلف براءة الاختراع مستلمين بتروحون أي أستاذ أحمد أو أي تدريسي إلا فاضل أي شيء مستلم من تدريسي استفاد منه بترقية علمية لا يعني تروح الدكتوراه استفاد منه بترقية علمية أخذ بحث أصيل أخذ أصيل بيها وينشره كبراءة اختراع لا ما يستفيد منه إلا مرة واحدة فقط إلا إذا كان العمل خارج الاستلام بارك الله بك دكتور دكتور هل التدريسين للعقود الوزارية من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه تشملهم الترقية؟ دكتور مع الأسف لحد اليوم ما في تعليمات وزارية يعني تسمح للعقود للدكتور حضرتكم تعرفون لأنه هاي تعليمات استعرضت لحضرتكم إلى أوامر إدارية وأمر وزارية وأمر تعيين وأمر مباشرة اللي كله تدريس العقود ما مشمول بها فتدريس العقود بياخذ فقط محاضرات لا عنده نشاط لا صفحي لا عنده بحوث لا عنده شيء وانا يعني هاي اذا كانت تعليمات الوزاره المقبله تعتبر فتره العقد هي من ضمن التعيين فقد يستفيد من البحوث اللي اشرتها هسه والا البحوث اللي انجزها هسه كلها ما راح تعتبر لانه تعليمات صريحه ان يكون قد مارس التدريس بعد صدور الامر مدرس ونشر بحوث سواء ما ينطبق شيء لدى ينطوا لقب علمي لدى ينطوا لقب علمي عادي حتى الدكتوراه لقب علمي فخري لدى ينطوا حتى ينطوا مبلغ مقابله مقطوع فهاي التعليمات ما بيها شيء يسمح للعقد أن مثلا يتوقف لأنه ما عنده أوامر لا بالتعيين لا بالمباشرة لا بكل شيء حاليا للأسف ماكو أي تعيين أكو حركة وإذا صار حركة بها الوزارة إن شاء الله العلم كبير بارك الله بيك دكتور دكتور هل البحث غير منشور في مؤتمر يسجل ضمن الخطة العلمية وبيانات قواعد البيانات البحث المنشور البحث غير المنشور في المؤتمر لا يسجل ضمن الخطة العلمية
البحث غير المنشور في المؤتمر. يعني سؤال مطروح هو يحتاجه شيء غير المنشور في المؤتمر أيضا ما مقبول، هو أصلا ما مقبول. لا إذا 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 مؤتمر أكو شيء أستاذ أحمد حتى أوضح للمشاهدين، إذا مؤتمر علمي وتدريس اشتراك البحث وما نشر به ما راح يستفيد منه كل شيء. إذا كان بارك الله بك دكتور. دكتور بقية اللجان في القسم ما عليها نقاط؟ يعني ما عليها نقاط دكتور؟ يعني تلاحظون وأنا معاكم جدا بهذا الرأي وطرحناها كثير، وخلي أطرحها يعني على الهواء مباشر. صار اجتماع بالوزارة أكثر من مرة مناقشة التعديلات الترقيات العلمية، وكان الجواب ما تقدرون تتلاعبون بكل شيء من الترقيات. هاي الترقيات اقرت بالوقائع العراقية، تغييرها يحتاج أيضا تغيير بالوقائع العراقية، فقط تقدرون تتلاعبون بالمن والإلى والفي. هاي العبارات الوصفية قلنا لهم ماكو داعي نشتغل، لأن أنتم وضعتوا تعليمات ترقيات وما استشرتوا أحد. وتلاحظون جدول رقم 2 مفصل تفصيل خاص، يعني هذا الجدول مسؤول الجودة، وين رئيس مقرر القسم، وين دوره، وين بقية اللجان، كل اللجان استثمرها. وللأسف للأسف الجدول يعني به إشحاف حتى للمشرفين على الطلبة داخلها، كل هذا ما له نشر. فأتوقع يعني بلا صار تعديله حتى بالنسبة للتقييم المجلات وأرقامه، نشر المجلات وغيرها أيضا إشحاف المجلات العراقية. كثير نقاط أشرناها على الترقيات العلمية بس ما راح يصير بها كل شيء، ما راح يصير بها كل شيء سوى هذه اللي طرحناها بالوقت. بارك الله بك دكتور. سؤال آخر يقول إذا كان العمل مشترك في براءة الاختراع من دون صاحب الأطروحة هل يتم هل يمتنع يتمتع بالنقاط؟ أكو شيء إذا براءة اختراع مستلم من الأطروحة، هذول المعامل اشتركوا اثنين اشتركوا، كيف اشتركوا براءة اختراع إذا هو مستلم؟ إذا ما مستلم من الأطروحة راح يأخذ النسب كالبحث وعامل كالبحث ببراءة الاختراع. بعدنا حالتين اللي أتمنى من التدريس، يعني تصير حالاتها منطقية حتى تكون بها المعرفة، تصير عندنا حالات لتدريسيين يشترون بحث يحتل من طالب ماجستير. التدريسي اللي يشرف على الطالب يشرف المشرف مالته الخارجي مع الطالب، وهذا ما يجوز. إذا يصيرون اثنين مع الطالب بالبحث وهو مستلم من أطروحة الطالب أو رسالته فهذا ما ممكن. إذا براءة الاختراع مستلم من أطروحة الطالب هذول منزلين اسم اثنين فهاي تعتبر يعني استلال مو قانوني. أما إذا كانت براءة الاختراع ما مستلة واسمه موجود فيأخذون النقاط، نقاط البحث 80-70 إذا كان ثاني ثالث مع البحث. بارك الله بك دكتور. ما أعرف هذا السؤال يتكرر لكن ما أعرف يعني سيرة السؤال يعني غريبة تقريبا، سأبحث عن أسئلة أخرى. أنا حصل على رقم مدرس دكتور، أنا حصل على لقب مدرس قبل الدكتوراه، وطروحة الدكتوراه عبارة عن 4 بحوث منشورة عالميا، هل يمكننا تقديم البحوث هذه بدلا عن الأطروحة في الترقية؟ طيب محمد للأسف يعني السائل الكريم طرحناها الوزارة ما راح الأطروحة يعتبروها بحث مشترك أصيل منشور بدون ما ينشروا التدريسي. هذا اللي راح يستفيد منه من راح يستفيد منه المشت مالته راح يستفيد من بحث واحد، راح ياخذ سكوبس من الطالب سيكو الإجحاف. يعني أنا أقول إجحافه بحق الطالب، يعني أنطينه بحث أصيل للطالب وما أعتبره سكوبس، وأنطي للمشرف بحث سكوبس ثاني لأنه أول الطالب راح يأخذ. يعني للأسف الطالب ما راح يحصل كل شيء من الأطروحة غير بحث مشترك أصيل منشور يعتمد على الدولة اللي يعتمد على الدولة اللي كان أخذ منه الشهادة. إذا أخذ الشهادة من العراق راح ينطوه 5 نقاط عليه، بينما البحث لما أشوف سكوبس 20 نقطة. هاي من ضمن الإشكاليات اللي طرحت وما تعالجت. بارك الله بك دكتور. سؤال يقول هل يتم حساب نقاط في الجدول إذا شغل منصب مسؤول شعبة علمية أو إدارية؟ لا ما أدري، بس مسؤول ضمان الجودة. لو تلاحظ الموجود اليمني ما بي، يعني هو الجدول الأخير ما راح يتطرق لهالأمور فما بيه.
لا هي نقاط كثيرة ممكن التدريس يستفيد منها، فيفترض يعني أكو نقاط كثيرة يتوجه لها. المشكلة راح تصادفنا بالمدرس المساعد، يعني أنتم حضرات تعرفون المدرس المساعد نقاطه قليلة جدا، التأثير منها جدا قليل. لاحظ المصنفات ما عاد تمشي، المدرس المساعد ما عنده غير مادة امتحانية دراسة علمية تعالج كذا بس هي يقدر عليها، البقية ما يقدر عليها تحليلين بس هو بس، البقية ما يقدر عليها لأنه ما يقدر يحصله، يعني ما عنده إشراف مثلا أو مشاركة إشراف تربوي. الإشراف التربوي ممكن للمدرس المساعد أيضا، بس مسؤول وحدة إدارية عندنا ضمان الجودة، لا مسؤول وحدة إدارية ضمان جودة، عضو هيئة التحليل، مشاركة مستشفيات، ما عندنا غير صالح. فهو الجدول مفصل يعني مثلا نزل بتفصيل على حالات خاصة. بارك الله بك دكتور. دكتور لو حصل تدريسي على لقب وحصل بعده فورا على إجازة دراسية خارج اللقب، هل تحتسب مدة الخدمة يستفيد منها اللقب الجديد؟ للأسف كتاب الوزارة الأخير لو تدريسي حصل مدرس وطلع إجازة دراسية خارج العراق، التكرة كلها اللي طلع بها خارج العراق ما تعتبر له خدمة ولا تتخذ من اللي نحسبها هي قبل ما طلع المدة وبعد ما يرجع. المشكلة اللي في اللي بيها ما راح يترقى بالأصغرية لأنه هي مدة متقطعة، فإذا اترقى مدرس وطلع خارج العراق ورجع راح نطرح المدة اللي درس فيها ونحسب له 4 سنوات من قبل من المدرس لانقطاع شينا بعد المدرس يكمل 4 سنوات. هاي مشكلة بالنسبة لطالب خارج داخل باعتبار خارج العراق وتفرغ تام، وأيضا أكد على الطلاب خارج العراق التفرغ تام من يجرون بحوث لازم يشيرون للجامعة الأم الأصلية، جامعة أي جامعة كانت هو منتسب لها من الجامعات العراقية إضافة إلى الجامعة اللي يدرس بها حاليا، لأنه البحوث اللي يشيرها فترة الدراسة ترى ما راح تعتبر بحوث من الترقية العلمية إذا يرجع لأنه هو منقطع بها. كتاب الوزارة الأولي كان يعتبرون الفترة فترة خدمة، والبحوث اللي تنشر أيضا ممكن نعتبرها شرط أن ينشر طالب الترقية اسم الجامعة الأم بالنشر البحوث. هسه لا، هسه لو فترة الدراسة فمن تلغي فترة الدراسة ضمنيا راح تلغي البحوث اللي يشتغلها الطالب أثناء الدراسة باعتبار الطالب متفرغ كليا للبحث العلمي، فما يصير يشتغل بحوث مع البحث العلمي، فكل هاي المدة ما راح تعتبر له خدمة إلى أن يرجع الطالب إن شاء الله ويكمل يحصل الشهادة. راح تعتبر له الشهادة بحث مشترك أصلي يسجله رقم 1 بعد المدرس إذا كان دكتوراه، يكمل السنوات المتبقية اللي بعد البحوث الترقية وممكن، بس هاي المدة ما تعتبر. بارك الله بك دكتور. جميع البحوث سكوباس يحتاج ترسل إلى خبراء تقييم في حالة الترقية للأستاذية؟ المشكلة البحوث سكوباس راح تفصل بكرة إن شاء الله، بس أنتم ملاحظة عليها كتاب الوزارة الأخير اللي هو 27/7/2020 صار عليه لغط كبير بالنسبة للبحوث، اشترطت البحوث حتى تكون تطبق الفقرة 25 أن يكون البحث موجود في مجلات مفهرسة وأيضا داخل ضمن المستوعب، يعني شو نفسك بيها مستوعب ومفهرسة؟ مجلة سكوبس، لما أقول سكوبس لازم أشوفها مستوعب سكوبس، فعنده شرطين يحقق المجلة هي سكوبس مستمرة ومستوعب سكوبس تظهر به. إذا ظهرت فقط بالمجلة سكوبس وظهرت بالمستوعب راح نعتبره بحث عالمي يخضع للتقييم. هاي المشكلة الموجودة بالمجلات اللي أتمنى التدريس يعني من ينشر يفوت على المجلة يشوف سكوبس، يفوت على موقع سكوبس يشوف اسمه موجود سكوبس المستوعب، إذا حقق الشرطين يحق له يترقى بهاي البحوث. إذا كان تسجيله أول في أحد لازم يكون أول تسجيله واحد منهم، البقية بحيث يجمع لي 59 نقطة، ممكن يجمع 59 نقطة من 3 بحوث إذا كان أول أو منفرد. بارك الله بك دكتور. ممكن موقع للتأكد من المجلات المعتمدة من قبل الوزارة؟ بالضبط دكتور، هاي إن شاء الله الندوة البكرة اللي راح تكون أو الدورة البكرة راح تكون تفصيل بالضبط للمجلات العالمية اللي راح يفوت عليها التدريس كيف يتحقق منها، والموقع الأصلي لسكوبس بتكون يفوت على المجلة ويشخصها. فهذه راح أتركها لأنه ما أريد أدخل مواضيع أخرى في التعليمات الترقية، خليت المحور إن شاء الله للأخر الوطن. بارك الله بك دكتور. هل الحصول على شهادة مشاركة مكتوب فيها يمنح وسام علمي ودرء عن بحثه كذا من قبل معرض مقام من قبل وزارة التعليم العالي
تكفي لأخذ 5 نقاط أم يجب وجود أمر إداري بالوسام العلمي؟ لا لا هو ما ينطق أمر بالوسام. كل التميز العلمي بالوزارة يعني الوحيد اللي كنا نتقيم بنعتبر الوسام الوزارة، هذا وسام علمي فعلا لأنه إذا يأخذه عن بصوت عن غيره أو سنة اللي يجبوها من تعرفون أنتم منظمات إنسانية يجب له ختم مقابل ثمن قريب لكن لأنه شارك البحث وحصل على دورة الوسام هاي ما تفيد، فهذا ممكن يأخذ به نقاط إذا جاء من الاستمارة اللي تأيد وواجهة بها يؤيد لكم بأنه قد حصل على الدرع الفلان بتواقيع حية، فهاي ممكن تعتبر دون أمر لأنه ما يصدر أمر للإنسان. بارك الله بك. يعني دكتور يعني لا يحتاج إلى أمر إذا كانت يعني الشهادة يعني بتواقيع حية أكيد راح يجيب أنها هي الشهادة نؤيد لكم بأنه قد حصل، هو هذا يعتبر أمر تمام. يعني بارك الله بك لتسهيل الأمر للتدريس لأنه بعض الأحيان ما يحصل عنه. بارك الله بك دكتور. 3 درجات في الجدول الثاني فقط لمسؤول ضمان الجودة أم تشمل مدير وحدة اعتماد المختبرات الذي يعمل معه في نفس الشعبة في الشعبة نفسها عفوا؟ والله أستاذ أحمد صراحة هاي التعليمات اللي واحد يعني ينتظر منها حدد الشيء بالضبط ما تقدر تتراجع عنه كل شيء، بس ضمان الجودة أي شيء ما تقدر تتراجع صريحة تعليمات ما يعني ما فيها فهو إضافة لها أو المختبرات مسؤول المختبرات أو غيره ما في اسمه. بارك الله بك دكتور. دكتور تقييم بحث في مؤتمر دولي مقام في العراق يعتبر تقييم بحث يعني دولي؟ يعني مؤتمر دولي مقام بالعراق يعتبر تقييم بحث دولي أكيد يعني. نحن نعتمد على الفورم المرسل للتدريسي. إذا كان فورم من المجلة الدولية لا شكر. إذا فورم من المجلة العراقية أعتبره عراقي. مرات السنة مؤتمرات عراقية صح مؤتمرات داخل العراق. فرعها مجلات أجنبية والكتاب راح يكون باسم المجلة الأجنبية. حالات صارت بصراحة الدين أو غيره. المؤتمرات صارت هناك وكان المخاطبة باسم المجلة اللي هي راح تنشر. فهذا نعتبره بحث عالمي. أنا عليك في سكوبس. ما نقدر نعتبره محلي. ناخذ نقاط العالمي بالتقييم. بارك الله فيك دكتور. إن شاء الله سنأخذ سؤال إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. هل استثنى من البحث المفرد إذا كان اسم أول ومقبول النشر في سكوباس أم يجب أن يكون منشور وليس قبول نشر؟ إذا كان سؤال بالنسبة للترقية العلمية التعليمات حددت بحث واحد مقبول النشر، فإذا كان مقبول النشر في مجلة ذات نوعات كما ذكرت قبل قليل مستمرة المجلة سكوباس ناخذ نقاط السكوباس شرط أن تكون مجلة مستمرة أثناء تقديم الترقية. وفي ملاحظة أخرى بعض التدريسيين اللي يقدم معامل الترقية هو بحث منشور، بس لكونه منشور ومظاهر بالمستوعب يجي يقدم لي معامل الترقية بحث مقبول نشر هو ناشره قبل تقديم الطلب هاي مصلحة. بس إذا كان بحثه مقبول للنشر وسلسل أول المجلة مستمرة سكوباس وما طلعت ياخذ نقاط السكوباس ويترقى عادي حاله حال البحث اللي نازل ومنشور. بارك الله بك دكتور. سؤال أخير إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. دكتور يقول عندي بحوث منشورة قبل دراسة الدكتوراه هل ممكن الاستفادة منها في الترقية فيما بعد؟ دكتور شرط أساسي بهذه البحوث إذا كان مطلع للدراسة مدرس ونستفيد منها. عندنا مشكلة البحوث 6 سنوات تقادمة الجري، يعني إذا راح دارس 5 سنين بعد بعد تقادم الزمن البحوث موجود. وأيضا أطروحة الدكتوراه لحق لأن كتاب الوزارة أطروحة تعامل معاملة البحث 6 سنوات مضى عليها ولم تنشئ يعني لم تستخدم الترقية لا توضع التدريس يمكن يستفيد من حالة وحدة هذا اللي طالع دراستك. إذا كان لقبه مدرس ورجع ما ماخذ لقب جديد مدرس ورجع مدرس وعنده بحوث قبلة ممكن يستفيد منه بس لا تتجاوز 6 سنوات. بارك الله بك دكتور. مبارك لك في عفوا دكتور
نعم إذا أي سؤال موجود ممكن لأنه يعني اللي حضر الهد وهي أهم كان وحيد أسئلة. تمام دكتور. دكتور يعني أكو يعني بعض الطلبات يريدون يتواصلون معك دكتور، لكن يعني هذا الأمر يرجع إليك دكتور. الرقم موجود دكتور. يعني أي واحد يحتاج من أي جامعة حاضرين أي شيء. بارك الله بك دكتور. دكتور سؤال يقول هل هنالك شرط نشر سكوباس أو نشر محل المقال المراجعة؟ مراجعة مقال نسميه subject review، هو ما محددين، هو راح ياخذ نقاط جدول النشاطات، هو هذا جدول النشاطات، يكون جدول النشاطات في subject review محلي أو خارجي ما لنا علاقة به، المهم بحث منشور راح نتأكد من نعمل له استلام ياخذ نقاط ال subject review واحد هذا بك. بارك الله بك دكتور. سؤال آخر، هل يتم عمل استبدال مرتين للبحث قبل وبعد تعديل البحث من قبل المجلة لغرض النشر؟ هو في الكتاب يعني يمكن وزارة قبل يوم نشر التدريس اللي ينشر برا لا تصير مشكلة، يقولون لا تعمل استبدال قبل ما تبدأ البحث في المجلة خارج العراق، لأنه يعني ممكن تعمل استبدال وتبدأ خارج القطاع مستقل. اللي أفضله واللي يعني أتمنى من التدريس اللي يريد يعمل استلال لا يعمل استلال من الخزن بالموقع. أكو استلال ينعمل يعني عن طريق هذا البرنامج بوتونز رول اللي موجود، هذا البرنامج بنعمل به استلال. أكو مرات يخزن وما يخزن، فللتدقيق خلي بس يعمل استلال يتأكد تحت العشرين قبل ما يدزه خارج العراق إذا كان مجلات سبورس. بيعملوا له هناك استلال، الوزارة اشترطت بأنه البحث بعد النشر يريد استلال، من يرجع ضروري نعمل استقال، وهي هاي راح يصير فيها إشكالية كثيرة لأنه راح يطلع مستال قبل ما يبعثوا عامل استقال المجلة هناك عامل استقال، من يرجع ما تلقى يعمل له راح يطلع 100%. هاي الإشكاليات صارت في بعض الطلاب المتقدمين للدراسات العليا وصار فيها إشكالية. يعني مطالب التدريس بتعديل استقال في حال إلكتروني بعد نشر البحث لأنه قد يتغير بعناوين. دكتور ممكن يعني حسابك دكتور ايميل او الجيميل او حساب جامعي ممكن يعني نرسل لهم، لان كثير من المشتركين كرام يريدون التواصل مع حضرتك دكتور. ممكن دكتور اي حساب يعني اذا يمك الحساب هذا اللي كان فيه هسه ال استاذ محمد عذرا عن المداخله، بس الايميلات موجوده تحت الاسماء، يعني ايميل دكتور احمد موجود، ايميل موجود تحت الاسم موجود ظاهره، يعني ظاهره دكتور بالاسم ظاهره بالموبايل يعني الموبايل والله الموبايل ما جربت بس الحاسبه ظاهر، الحاسبه ظاهره، انا هسه راح ادخل من الموبايل حتى بس اتاكد لان يعني تمام. شكرا عذرا نعم دكتور موجودة. أعزائي المشتركين يمكنكم أخذ حساب دكتور أحمد سعيد من خلال المنصة، يمكنكم أخذ الحساب من خلال المنصة والتواصل معه. ممكن عن طريق الواتساب اللي نفس رقم الهاتف هم موجود بالواتساب تليجرام عبر الواتساب ايضا الواتساب التدريسي قد يصعب عليه ارسال ايميل على رقم الهاتف اللي هو ممكن انطيه 0770 75. دكتور الان ارسل رقمك في الدردشه ان شاء الله رقمك الواتساب ممكن حاضرين لك. صفر سبعة سبعة
دكتور احمد كان اخو سؤال يسالون على الريفيو يعني اذا منشور بسكوبس او مجله عالميه او محلي او عربي يعني اكو فرق بيناتهم؟ ما بينا نقول دكتور احمد حددوا سبجكت ريفيو فقط ماكو ما يعني اذا سبجكت ريفيو باي مكان ينشر؟ دكتور اهم شيء نعمل له انتقال الكتروني لا يكون مستند يعني حرفيا من غير واحد مضبوط ويعامل معامله البحث بالنقاط اذا اول ثاني ثالث فقط ما عنده غير بس فقط ما جهه النشر ما محدده لا ما بيه شو بحوث المقدمة مؤتمر النشاطات ما محدد ياخذ 5 أو 10 تمام. أكو تدريسية كررت سؤالها أكثر من مرة بس خلنا طلع السؤال مالها إنه تقول إذا نشر البحث المستلم إنه طروحه في مؤتمر دولي هل يمكن الاستفادة منه في جدول رقم 2 في حال تقديمه للترقية؟ أكو شيء واحد إذا هذا التدريسي هو صاحب الطروحة لا ما يصير لا الا اذا المشرف مالته يحفظ هذا المشرف مالته يصير هاي الوحيده تمام عذرا استاذ محمد دخلت وياك على من شويه اخفف الزخم عنك بارك الله فيك دكتور اشكرك دكتور انت مخول دكتور بارك الله فيك نعم منك الله يبارك فيك الآن دكتور الآن دكتور مشغول في الرد على أسئلتكم رجاء يعني عدم الاتصال به الآن بعد إذنك دكتور أحمد سعيد يعني الآن يريدون أحد المشتركين يريد الاتصال بك الآن لكن يعني الآن يعني أنت مشغول يعني في المنصة حتى نحقق الفائدة بس نستفيد منها بالأسئلة بعدين أي واحد يريد يقدر بعدين بارك فيك دكتور هذا الدكتور الآن يعني جميع الأسئلة هي مكررة دكتور تم طرحها على حضرتك دكتور دكتور أيضا يعني إذا تسمح لي بكرة أكو ندوة إذا عندنا أسئلة إضافية أو واحد يفكر بسؤال بعد ما ينتهي الدكتور فدعم ممكن حتى الأسئلة مع الترقيات نجاوب عليها مع المجلات فما عندنا مشكلة إذا أحد عنده أسئلة إن شاء الله إن شاء الله دكتور أحب أن أذكر يوم غد اليوم الثاني لهذه الدورة إن شاء الله في نفس الموعد في تمام الساعة 8 مساء إن شاء الله دكتور أين دكتور بس دكتور صبار رئيس الترقيات كلية العلوم يحتاج المايك يقول يعني بس يعطيني شوية دقيقة واحدة بس يريد دكتور صبار بالانجليزي اس اي دبل بي اي ار ثواني دكتور بالانجليزي اس ثواني صبار غير يعني راح اكتب لك اياه بالبتش بالدردشه اس اي دبل بي اي ار صبار عبد الله صالح دبل اس اي دبل بي اي ار دبل بي دبل بي اس اي دبل بي اي ار اي ار ماكو دكتور بلى ما اعرف اي اس اي دبل بي دبل بي دبل بي عفوا مو بي ايضا لا يوجد دبل بي دبل بي لا بي 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 جو عفوا دبل بي تمام السلام عليكم دكتور مرحبا استاذ محمد شلونك الله يحفظك ويبارك فيك الله يسلمك شكرا جزيلا على المحاضره الرائعه دكتور أحمد يحفظك نعم دكتور اسمع دكتور دكتور الآن شفت الإشارات إلى الكتب مال البحث والتطوير والدائرة القانونية يعني صارت التعليمات اللي إجت بالكتب أكثر من التعليمات الأصلية تعليمات الترقيات الأصلية اللازمة بالوقائع العراقية طبعا أكمل دكتور إذا يجيك الباحث يريد يترقى يقول لك والله اريد تعليمات نعطيه نسخه من التعليمات او هو عنده نسخه بالقسم
من يقراها ما يدري اكو بقدها مرتين تعليمات جاية من الوزارة تحديثات لاحقة بكتب رسمية. فليش ما نقترح للوزارة انه يابا حدث المعلومات هذه التراكمات اللي صارت بعد صدور التعليمات من 2017 يعني بعد التعليمات رقم 167 سنة 2017 جدنا كتب كتب من الوزارة شيء توضيحات وشيء تعليمات جديدة وشيء خلي يطلعون الزبدة مالتها ويضيفونها بالتعليمات ويسألون تحديدها على تعليمات الترقيات 169 لأنه حين تراكمات كثيرة دكتور. نعم نعم دكتور صح. نعم نعم وأحسنت هذا الكلام. عندنا جروب رؤساء الترقيات المركزية مال الجامعات طرح أكثر من مرة الاستفسارات والإجابات أكثر من تعليمات الترقيات العلمية وهذا الشيء غريب جدا بالتعليمات. التعليمات أمرت على عدلة بدون ما يأخذون رأي اللجان بدون ما يعرفون كل شيء وصدرت بال16 بدون ما نعرف. نعم. تفاجأنا بتعليمات هاي عليكم أن تنفذوها بس استمعوا التعليمات شلون تنفذوها. بدينا ننفذ بها طلعت إشكاليات بالبحوث بالنقاط وغيره. فصارت قسم من الناس ضحية قسم استفادوا قسم انضروا. الجامعات بدت كل واحدة جامعة تشتهد بالتفسيرات فأكو جامعات تعقد الأمور كثير دكتور أكو جامعات السهل والكل المفروض يمشون على التعليمات. التعليمات مرنة ما يعني التعليمات مفتوحة مثل القانون العراقي بيئة مطاطية. طلبنا منهم دكتور مثل ما ذكرت حضرتك كل هاي التعليمات تنجمع وتصدرونا بيها وتعملونا ندوة وتعليمات جديدة بس تذرع بشيء واحد بأنه الوقائع العراقية من صدرت بيها ما نقدر نغير كل شيء فقط بس دا يصدرون تعليمات توضيحية لتعليمات الترقيات العلمية الصادرة بالوقائع العراقية هذا اللي يعملوا. لا دكتور كل القوانين والتعليمات جاي يصير عليها تحديثات يعني اللي نشرتها الوقائع العراقية بال 2017 قادرة على أن تنشر المحدثة بال 2021 لأنه دكتور تجاوز على التعليمات الترقيات دي يجاوزون 167 سنة 2017 بيها تجاوز هسه التعليمات اللي يصدروها بالتوضيح. اي دكتور كل ما دكتور التوضيحات معناها التعليمات الأصلية بيها ضعف ولا كيف دكتور؟ بحث سكوبس تعتبره بحث عالمي وتنطي نقاط سكوبس يعني هي دينطرون شيء وديحسوه بحث سكوبس تعتبر مجلة تعتبره سكوبس وتنطي نقاط العالمي. دكتور الآن كل نقاط الضعف بينت بالشسمه يقدروني على حد يسوون تعديل على التعليمات ويصدرونها بال 2021 والله صحيح دكتور هذا الكلام. شكرا جزيلا دكتور. أهلا ومرحبا دكتور على أشكرك دكتور على الإيضاح. هو هذا اللي أنا أتوضحه بس ما أردت أشرح شيء جانبي. فعلا الترقيات أصبحت الاستفسارات أكثر من الترقيات العلمية بالورق وهذا نعم. سبب كل اللي جاء مو بس لجنة الترقيات كل الجامعات بها إشكالية واجتهاد تفسير القرار مرات يكون متشدد تفسير قرار سهل. نحن دائما نفسر القرار لصالح التدريس لأنه التدريس نعتبره هو غايتنا وهدفنا. وزارة ما تنطي تفسير مضبوط نأخذ التفسير المقابل للتدريس اللي فيه بشرط أن ما يضر وضمن التعليمات اللي ممكن نفسرها. هذه هي اللي نتبعها حاليا وفعلا يعني طرحناها أكثر من مرة ونحاول بالوزارة بس الوزارة حاليا بهذا الظرف دوام كلش قليل كانوا يذرعون بأنه ما يقدرون يجتمعون والتواجد قليل فالاستفسارات اللي نبعثها من الجامعات أيضا رد بها جدا قليل. كتاب يروح للوزارة في بعض الأحيان يأخذ شهرين أو ثلاثة لحد الآن كتاب الوزارة ما أجانا الرد مال الكتاب مال 28/7/2020 وبين 16/11/2020 اللي ياهم نعتمدوا بالظهور البحث بالمستوعب إلا بسكوبس حولوا الكتاب للجنة واللجنة لحد الآن ما وصل شيء. هم المفروض يشكلون لجنة دكتور من الوزارة ورؤساء لجان الترقيات بالجامعات يشتركوا لهم كم واحد حتى لأنه رؤساء لجان الترقيات دكتور هم اللي ينفذون التعليمات ويعرفون النقاط الضعف فيها. دكتور طلبنا من عندهم يعني كل لجنة الترقيات تكتب النواقص والثغرات ونبغاتها بس ما يفيد يأخذوها هناك ما يعتبروا لأي أهمية بس مجرد ورقة نعتبرها وهاي ما يصير أقولها يعني بس هذا الحقيقة. شكرا شكرا دكتور شكرا دكتور فدعم شكرا استاذ محمد. اهلا وسهلا دكتور صباح حياك الله. اكو اسئله بعد شيء ممكن نجاوب عليه؟ والله دكتور اسئله راحت كثيره بس الوقت المشكله يعني تقريبا صار يعني ضيق والحضور ايضا نزل صار 111 ما يهم هو اللي يحضر استاذ دكتور فدعم اللي يحضر هسه اكيد بيسال او يقول ممكن توضيح البحث الذي يخدم المجتمع والله راح السؤال.
الدراسة العلمية اللي تعالج مشكلة يفترض تكون في تخصص طالب الترقية، يعني بحث بالكهرباء ما يروح يجيب لي على المهجرين، هذا القصد. يعني دراسة علمية تعالج مشكلة مثلا الكهرباء. يقول لا، يقول من أي جهة، من أي جهة نقدر نحصل موافقة بالنسبة للبحوث الطبية؟ البحوث الطبية أكيد يجي من يعني من الشعب الطبي، إذا كان مستشفى أو مدير صحة دائرة فيها دائرة دارت فيها البيئة، ممكن علاقة بالصحة موجودة أكيد. نعم. لو بس هذا حتى الزراعة. نعم نعم، هي ترابط بالاختصاصات كثير. تمام، مبين واضح. ما يجي أبو جغرافيا يخلي لي بالصحة، هاي بعيدة. صح. يقول هل القاء محاضرة مع تقديم ورقة عمل منفردة في ندوة يمكن الاستفادة في ندوة تطوير التعليم الجامعي وكانت بحضور عدة جامعات ومبتدئ، لكن مكتوب ندوة، هل تأخذ نقاط كمحاضر؟ والله مشكلة، بس اكتبوا الندوة أول شيء نرفضها. هذا الأسبوع إلا دورة لازم، يعني اكتبوا لي دورة لو مهما كانت السعر. هاي دن يعني دن لاغر علينا. نشر البحوث في مجل، نشر البحوث في مجلات محلية مختلفة، هل يجوز فيها نشر بحثين في مجلة وكذلك نشر بحثين في مجلة أخرى؟ هل تعتمد البحوث؟ دكتور أكو شيء بالنسبة لهاي الفقرة، النشر في مجلات علمية مختلفة. خلينا نجي للواقع، المجلات المحلية تدريس أستاذ مساعد يبدو 8 بحوث أو 10 بحوث. الأساس الأساس بالترقية للمراتب العلمية مرتبة مدرس لا يقل عن مجلة، يعني لازم مجلة. أستاذ مساعد لا يقل عن مستوعبين، مستوعبين يعني مجلتين. أستاذية مستوعبين. أنا خاف من شيء واحد التدريسي يثر المجلة تنضرب بقية المجلات، راح يظهر له بالنهاية فقط مجلة متشابهة. زين. اللي سبب لي الإشكال، ولهذا يقولون تعدد جهات النشر ضروري، وإلا هي تعليمات يعني إذا نريد نطبقها لصالح التدريسي ما نتجاوز عليها النشر. لا يقل عن مستوعبين، لا يقل عن مستوعبين يظهر بيها، إذا كان أستاذ ثلاثة اثنين يظهر مستوعبين. هاي مدى تتبع الجامعات، الكل مدى يتبعوها دكتور حاليا، فخاصة طبيعي الرأي أتورط بهذا الجامعة. نعم لا صحيح. دكتور يسألون عن المحاضرة بي دي اف وكذا، أخوان الأعزاء المحاضرة بي دي اف، عفوا المحاضرة راح تحول بي دي اف وتنزل على موقع شعبة الترقيات المركزية في جامعة ريت إن شاء الله بعد إكمال الجزء الثاني، راح ينزل رابطين عبارة عن محاضرة بي دي اف للجزء الأول والجزء الثاني، فإن شاء الله راح تنزل على نطيكم إعلان إن شاء الله يعمم على موقع الجامعة بالمحاضرة والمكان النشر مالتها. إذا مؤتمر عدد أول ونشر بمجلة سكوبس بعد تعاقد معها، هل يعتبر بحث للمجلة المنشور أو المؤتمر؟ المشكلة أكو شيء، هاي الحالة أوضحها، لا تدريس نشر المؤتمر، ظهر المؤتمر بالطبق بالبحث، مؤتمر بروسيدنت واحد ما يمشي، خلي يكون بالصورة. إذا البحث المجلة نشرته، إذا نشرته ما له علاقة بالمؤتمر، ما تشيل للمؤتمر. هذا يعني ما أقدر نطيع على هو دكتور. نعم. لا قصدي إحنا مثلا إذا ما مذكور بالمجلة، ما مذكور إنه هو جاي من المؤتمر. ما مذكور جاي من المؤتمر وبحث مجلة عادي، بس راح يكتبون عدد خاص هذول. إذا هذا خاص المؤتمر، إذا توقع يعامل إذا كان أول فما يعتمد إلا يصير ثاني، وإذا ما ذكروا نهائي فهو يعتبر يعامل معاملته بالمجلة. هو التدريس لي ثلاث سنوات ورط، لأنه بحث مؤتمر أول منشور بمجلة وما تذكره لا يذكره مشي المجلة. يعني هو مجازف، هو مجازف النشر في مؤتمر أول، هو مجازف. يعني أبد ما ربش هي هاي يعني ناس تقولي في مؤتمر علمي دولي. البحوث المشتركة للترقيات مختلفة، مثلا المقدمين للمساعد أو الأستاذ ونفس البحث يمكن تقديمها أم لا؟ التدريس اللي معاه البحوث المشتركة لنفس المرتبة العلمية يصير، يعني ما يصير أعلى منه. زين، إذا هو أستاذية وزميله أستاذ مساعد ويترقى يترقى به هذاك وهذا نفس الشيء، وهي مثلا للأدنى ممكن للأدنى، بس شرط يكون بنفس التخصص بالدقيق. إيه بس نعم، هذا أنا أتوقع إذا سكوبس فهي ماكو مشكلة، بس إذا تقييم يعني بالتقييم يختلف راح يصير الجواب. إذا كان أستاذية أم ثاني نحن نعتمد ومن على إلى دكتور. تمام، يمشي إلى أستاذ مساعد. تمام. دكتور أحمد. نعم تفضل. دكتور ممكن نكتفي؟ دكتور يعني عدد قال والأسئلة لا تتكرر يعني. لا
تذكر اي تمام يما كل الاداره احنا ما عندنا شيء. اتمنى ما اطلت عليكم ان شاء الله. دكتور احمد الله يبارك فيك. استاذ احمد راشد دكتور احمد. اي نعم استاذ محمد دكتور احمد تفضل تفضل. نشكر دكتور احمد سعيد خان رئيس شعبة التقنيات العلمية بجامعة تكريت، وبارك الله بك دكتور على هذا الطرح الجيد. بارك الله بك دكتور فدعم متعب عبدون والاستاذ محمد حر المنص، وبكره ان شاء الله نتواصل ويا الاساتذه كمان المحور الثاني اللي راح يكمله الاستاذ مساعد الدكتور فدعم، وان شاء الله على نفس الموعد الساعه 8. بارك الله بكم دكتور وبغسر تمام دكتور. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. بارك الله بك دكتور سعيد. بارك الله بك دكتور فدعم. شكرا جهودكم المباركه. ما عملنا شكر الوقت ان شاء الله حصلنا النوع من الفائده بهذه الفتره القصيره. دكتور فائدة كبيرة إن شاء الله، فائدة كبيرة إن شاء الله. بارك الله بكم، وما شاء الله غطينا على أكبر عدد ممكن من الأسئلة، وكانت إجاباتك دكتور كافية ووافية. بارك الله بك دكتور، وأيضا شكري وامتناني لجميع مشتركي هذه الدورة وجميع دورات وندوات وورش مركز تعليم مستمر، على أمل أن نلتقي يوم غد إن شاء الله لنكمل الدورة، وهو اليوم الثاني إن شاء الله في نفس الموعد في تمام الساعة 8 مساء إن شاء الله مع الدكتور فدعم إن شاء الله. بارك الله بالجميع. شكرا أستاذ محمد. الله يبارك فيك دكتور فدعم. شكرا لك. شكرا أستاذ محمد. شكرا أستاذ أحمد راشد على دعوتكم الرائعة والقيمة مركز التعليم المستمر اللي سباق بالجهود اللي والنشاطات اللي بتسجل باسم جامعة تكريت وتحقق بها فائدة قصوى إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور فدعم. شكرا لك دكتور أحمد سعيد. دكتور تصبحون على خير إن شاء الله.